السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي يا باشمهندسين، أنا هبدأ أشرح برنامج اسمه الليد باك. برنامج الليد باك ده موديول جوه برنامج اسمه المايك زيرو. المايك زيرو ده جواه موديولات كتير جدا، منها مثلا المايك 21 والليد باك وحاجات كتير. تمام، الليد باك ده بيشتغل في ال 1 دي، المايك 21 بيشتغل 2 دي. تمام، الليد باك ده عموما اصلا بيطلع لي ايه وبيعمل لي ايه؟ ده ببساطه بيقدر يحسب لي التغير في خط الشط خلال السنين اللي معايا. يعني لو مثلا انا عندي خط شط بتاع 2010، تمام، ده جايباه ميجر او فيلد. تمام، ومعايا برضو خط شط بتاع مثلا 2013 او 2012، خلينا مثلا في 2012 برضو فيلد. تمام، فانا عايزة اطلع خط شط 2012 بس من الموديل. فبعمل ايه؟ ببساطة خالص بدخل لبرنامج الليد باك الخط شط بتاع 2010 ورن الموديل سنتين، فيقوم يطلع لي 2012. فانا دلوقتي كده طلعت من البرنامج 2012، وانا اصلا معايا داتا فيلد متقاسة ميجر بتاعت 2012. فبقوم اقارن 2012 اللي معايا ب 2012 اللي طالعة من البرنامج، وبعمل يعني بعمل لها كاليبريشن، او بمعنى اصح يعني حاجة اسمها في حاجه كده اسمها ستاندرد ديفيجن. هو ده اللي بيحسب لي بقى، يشوف مثلا الستاندرد ديفيجن بتاعي طلع مثلا 5 6 7 كده، يبقى كده تمام، البرنامج تمام وشغال كويس. يفضل ما يزيدش مثلا عن 9 او 10 بالكتير. فكده يبقى ايه؟ البرنامج شغال كويس. والله لو البرنامج شغال كويس يبقى انا كده اقدر بقى اتنبأ بالتغير في خط الشط خلال سنين طويله قدامي. ولنفترض مثلا انا ممكن ارن الموديل بقى لمده 50 سنه كمان قدامي، يعني ده لو في حاله ان ايه، ان انا طلعت الرنايه صح وعملت كاليبريشن وطلع ان النتائج طلع معايا تمام. تمام، طيب دلوقتي عشان نشتغل في جزء الليد باك، احنا بنعمل حاجتين او بنشتغل على جزئين. اول جزء بيبقى بخلص شغل على الاوتوكاد وعلى الاكسل، وبعد ما بخلص الكاد والاكسل بنبدا ندخل على ايه؟ على الليد باك. يبقى احنا ما بندخلش اصلا مباشره كده او دايركت على الليد باك، لا، ده احنا بنخلص الاول الاكسل والاوتوكاد وبعد كده بنبدا ندخل على ايه؟ على الليد باك. طيب تمام، هبدا دلوقتي. احنا بقى هنعمل ايه بقى على الاكسل او على الاوتوكاد؟ اول حاجة هنظبط الشور لاين، وعلى فكرة يا جماعة الشور لاين ده هو اللي بياخد مننا وقت. تمام، بعد كده هنظبط الشور لاين على الاكسل والكاد، وبعد كده خلصنا الشور لاين يبقى كده ندخل على الايه؟ على البروفايل، هنظبط البروفايلات، وبعد كده هنظبط شيت الويف. شيت الويف ده بيبقى سهل اصلا. بعد كده التيبل او السيدمنت يعني برضو بتبقى بسيطه ان شاء الله. طيب بعد ما بنخلص الاربع حاجات دول مثلا بنعمل ايه بقى؟ بنبدا ندخل على ايه؟ على الليد باك. على فكره جزء الليد باك ما بياخدش وقت مننا، هو بس اللي بياخد وقت مننا هو شغل الاكسل والاوتوكاد. ماشي، طيب دلوقتي انا الداتا اللي معايا معايا خط شط رشيد غرب رشيد بتاع 2011. تمام، ده اللي هبدا اظبطه وادخله على الاوتوكاد. تمام، في حاجه يا جماعه، انا مثلا انا معايا خط شط 2011 والداتا اللي معايا الخط شط مثلا انا مش معايا 2012 او 13 للاسف، بس معايا ايه؟ 2016. فانا كده هضطر ان انا ايه؟ ارن الموديل 5 سنين عشان اوصل ل 2016. فكده انا معايا خط شط 2011 و2016 و2017، دي الداتا اللي جاهزه معايا اصلا. تمام، فانا كده هرن الموديل 5 سنين علشان اوصل لايه؟ ل 2016. ماشي، طيب مبدئيا بقى علشان ارسم الشور لاين بتاع 2011 وهرسم الشور لاين بتاع 2016 وبرده كذلك 2017، عشان نرسم الشور لاين يا جماعه لازم يكون الشور لاين او ادخل الشور لاين عشان الليد باك، يعني ادخل الشور لاين للليد باك لازم الشور لاين كده يكون ايه؟ نضيف بمعنى اصح، يعني انا اسف الكلمه، او بمعنى اصح يعني خالي من الاستراكشر زي مثلا الجراين او البريكوتر او ايا كان يعني. تمام، هو يعني الشور لاين يكون فاضي بس لوحده كده من غير استراكشر. تمام، عشان اوضح لكم الكلام ده مثلا اهو، لا ثواني، فاحنا يا جماعه دلوقتي هنفتح اهو الشور لاين. تمام، المفروض ان انا بظبط الثلاثه الشور لاين اللي عندي. ماشي، يعني اشيل منهم انا عشان غرب رشيد فيه جروين، فانا هشيل الشور الجروين اللي موجوده في الشور لاين. ولنفترض هنفتح اهو الشور لاين اللي عندي بتاع مثلا 2017 اللي هعمله 2011، هو اللي هعمله 2016، هو اللي هعمله 2017. تمام، هو اهو هاخده كله كده، هاخده كنترول سي. ماشي،
وهروح ارسمه على الاوتوكاد عشان انظف منه الجروين. بس في شيت حلو قوي بيظبط لي الدنيا، الشيت ده يعني انا هبعته لكم. تمام، بحط الاكس والواي بتاعت الشور لاين، بحطه هنا كنترول في. تمام، واجي هنا كده اشوف للاخر اهو، بصوا هو اخره هنا اهو، ضروري نركز في الحتة دي، اخره معايا هنا، اخر الشور لاين بتاعي هنا. يبقى انا امسح ايه دول، اقول كنترول شيفت سهم لتحت واقول له ديليت. تمام ماشي، وهاخد الشيت ده، هو ده اللي هدخله على الاوتوكاد، باخده من اول البي لاين من بدايته يعني، اقول له كنترول شيفت سهم لتحت، بعد كده كنترول سي. على فكره الشيت ده يا جماعه ده في دكتور اسمه دكتور كريم هو اللي عامله يعني، فهاخده خدته كنترول سي وهروح على الاوتوكاد وارسمه. افتح صفحة جديدة مثلا واقول له كنترول في. يبقى الشيت ده يا جماعة بيسهل لي الدنيا جدا، بيرسم لي اي رسمة يعني ايه في ثانية يعني، واقول له انتر، بعد كده زد انتر اي انتر، ادي اهو دلوقتي اهو زي ما قلت لكم الشور لاين للاسف في الجروين. تمام، وانا قلت لكم ان انا عايزه ادخل الشور لاين نظيف من المنشآت او من اي تعرجات او الكلام ده، بصوا يعني الحاجات دي كده طبعا ما ينفعش ايرور طبعا، فهعمل ايه بقى؟ تمام ثواني بس، هعمل بس كده اكسبلود، بعد كده اقول له انتر، بعد كده انا دلوقتي عايزه اشيل الجروينات. تمام، اشيلها ازاي؟ هل هشيلها من يعني مثلا امسحها كده مثلا كده واقول له ديليت؟ لا لا لا، كده احنا كده بنهبل. تمام، طب هنعمل ايه؟ هقول اي دي واخد احداثي بدايه الجروين بتاعتي، ولنفترض الاكس بتاعتها كذا اللي هو 1899.7.45 والواي بكذا. تمام، واكتبها في ورقه عندي، ماشي، دي بدايه الجروين ونهايه الجروين اللي هو اي دي برده، واقول له اه. تمام، وطلع برضو ليها اكس وواي. تمام ماشي، فهروح في شيت الاكسل همسح كل القيم اللي ما بين النقطه اللي انا لسه واخد لها الاي دي دي والنقطه الثانيه اللي هي دي، يعني بمعنى اصح كل القيم اللي شامله الجروين. تمام، شوفي شوف بقى كم قيم هتيجي تعد، ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة لحد لما توصل للنقطة دي. تمام، طيب يبقى انا زي ما قلت لكم دلوقتي، انا دلوقتي كتبت قيم الجروين بدايتها ونهايتها وهروح امسحها في شيت الاكسل ازاي. تعالوا هنا كده ثواني، هروح على شيت الاكسل ماشي، ولنفترض هدور على النقط اللي انا لسه كاتباها في الورقه دلوقتي، ولنفترض لقيتها ادي اهي، لقيتها مثلا ادي النقطه دي اهي، ادي البدايه مثلا هلونها بلون اصفر ماشي، واروح عند مثلا النهايه اهي ماشي، طيب هلونها برده بلون اصفر ماشي. كل القيم اللي ما بينهم هي دي اللي هتتمسح، ليه؟ لان كل القيم دي الاحداثيات بتاعت الجروين، وانا مش عايزه احداثيات الجروين عشان اشيلها، واروح مسحها اهو كده، اقول كده ماشي، واقول له ديليت انتاير رو ماشي، واتمسح. تمام، ده بالنسبه لايه؟ لاول جروين قابلني، وهكذا بقى. هروح لرسمه الاوتوكاد تاني، ده اول جروين، اروح لتاني جروين اقول كذلك اي دي. تمام، واروح دي مثلا بدايه الجروين اهو مثلا هنا او هنا ايا كان يعني، مش اقول له اشوف احداثيها كام واكتبها في ورقه، واروح اكرر نفس الامر اهو مثلا اهو، واشوف برضو الاحداث التاني بكام، وهروح في شيت الاكسل امسح، هروح ادور عليها اعمل سيرش عليها هنا كده مثلا، ولنفترض هقعد ادور 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 مثلا، ولنفترض لقيتها ادي اهي دي بدايه الجروين، ومثلا برضو معلمها بلون، وادي افضل ماشي ماشي ماشي، ادي نهايه الايه الجروين اللي انا لسه كانت جايبه احداثياته برضو عليهم بالاصفر ماشي، واجي من هنا لحد هنا وامسحهم وخلاص وشكرا على كده. واللي عملته للاثنين جروين هروح اعمله الباقي الايه لباقي الجروينات. تمام تمام، انا بقى بدايه الشط بتاعي منين لفين؟ انا الشط بتاعي هيبقى شامل جزء الريفتمنت ده والتسعة جروين. تمام، لحد انا هشتغل لحد هنا كده،
ماشي. طيب اللي تحت دول انا مش محتاجاه، فهروح امسحه برضو من شيت الاكسل لان انا مش محتاجاه. انا هشتغل على الحته دي، والمنطقه دي تقريبا عامله 14 كيلو او حاجه زي كده يعني. تمام يا جماعه. فعشان اوضح لكم الدنيا دلوقتي هروح فين اهو. دلوقتي اهو، دلوقتي انا دلوقتي يعتبر اهو خلاص جهزت الشور لاين بتاعي، يعني بمعنى اصح مسحته من الايه، من الاكسل، او مسحت الجروينات من الاكسل. تمام. وهو حتى مسميه اهو شور لاين وزاويه جروين بتاع 2011. اقوم فاتحاه. تمام. واروح اقول له جي لي اوت. تمام. هو ده كده، ده يا جماعه شيت الاكسل او الحساسيات بتاعه الشور لاين بتاع 2011 من غير ايه، من غير الجروين، لان انا لسه ماسحه الجروين منها. واقوم برضو واخده نفس اللي عملته ومكرره تاني، والكنترول شيفت سهم لتحت، بعد كده كنترول سي، واروح احطه في الشيت بتاع رسم الخطوط ده. يا جماعه الشيت ده حلو قوي قوي قوي، بيسهل لي الدنيا جدا. احطه هنا عشان ارسمه على الاوتوكاد. تمام. واقول له بيست، بس اروح اشوفه نهايته فين. هو ده نهايته اهو، بس اكمل بقى الايه، الشيت الاصفر ده. تمام اهو اهو، بنقف كده ماشي، ونقف ننزله للاخر. واقوم طالع فوق واخداه كنترول في، كنترول سي يا ربي، كنترول شيفت سهم لتحت ماشي. ياخده بقى ايه كوبي. يا جماعه احنا بناخده كوبي منين؟ من بدايه الخط الاصفر ده اللي هو البي لاين. تمام. واقول له كنترول سي واروح ارسمه في صفحه جديده، واقول له هنا اهو كنترول في هيرسمهولي. تمام. اقول له انتر، بعد كده زد انتر، اي انتر، اهو اترسم اهو اهو يا جماعه، اترسم اهو من غير ايه، من غير الجرعي. تمام. تمام. دلوقتي يا جماعه الخطوه اللي بعد كده هقوم ارسم البيز لاين. في يا جماعه في ناس بترسم البيز لاين افقي، يعني ونفترض خلينا هنرسم اهو خط احمر اهو ماشي. في ناس بترسم البيز لاين بترسمه كده افقي ماشي. لا يا جماعه، الناس اللي بتشتغل بالطريقه دي يعني هي بتسهل على نفسها، هو بتطلع نتائج بس ما تبقاش دقيقه. بس انا بفضل ان انا ارسم البيز لاين بتاعي موازي للشور لاين. تمام. اقول له اسكيب جديد. فانا هرسم البيز لاين بتاعي، انا بحب ان انا ارسم البيز لاين بتاعي موازي للشور لاين اهو. ثواني بس كده. تمام ادي اهو ماشي. واقول له اسكيب. تمام. بعد كده انا عايزه اطلع الزاويه سيتا او الفا. الزاويه سيتا او الفا اللي انا هشتغل بيها او اللي هيطلبها مني دي بتتجاب ازاي يا جماعه؟ هقول لكم بتتجاب ازاي دلوقتي. بنرسم اول حاجه خط عمودي من هنا كده، من نهايه الشور لاين برسمه عمودي على البيز لاين، شيفت بيربنديكولار. تمام اهو. تمام. انت بعد كده باجي ارسم خط من نقطة التقاطع اللي هو هنا ده كده ماشي، في اتجاه النورث، اللي هو النورث يا جماعة اللي هو النورث اللي هو فوق ده. تمام اهو كده هرسم كده ماشي. اقول له اسكي. تمام. الزاوية بقى سيتا او الفا او زي ما بتسموها بقى، الزاوية بقى اللي هي ايه بقى، اللي هي دي يا جماعة، اللي ما بين دي وما بين دي، دي بقى اللي هي اسمها الزاويه الفا او الزاويه سيتا اللي هيطلبها مني. يبقى الزاويه سيتا او الزاويه الفا بنجيبها ازاي، او يعني لو عايزين تحفظوها، هي الزاويه اللي ما بين العمودي على البيز لاين اللي هو ده في اتجاه النورث، او العمودي، بص يا جماعه الزاويه سيتا او الفا هي الزاويه اللي ما بين العمودي على البيز لاين واتجاه النورث اللي هي دي.
تمام كده ماشي. وبتتجاب ازاي؟ انا دلوقتي لسه معرفاك بتتجاب ازاي. طيب عايزه بقى اقيسها عادي، اقول دلوقتي دايمنشن انجلر فين معلش يا جماعه ما كنتش شايفاها، ادي دايمنشن دايمنشن اهو تمام، ادي الانجولار ماشي يعني دايخت يعني، فاديها ادوس من هنا ومن هنا واقول اشوف الزاويه كام ماشي 69 ماشي. انا بقى عايزه اجيبها بالظبط بالظبط يعني، انت بتدوس مش عارفه بتدوس على ايه كده عشان تجيبها يعني ايه بالدرجات والدقايق والثواني يعني تمام. خلينا مؤقتا دلوقتي انها ايه 69 ماشي. طيب في حاجه بقى يا جماعه مش هبقى اقولها لكم بعدين، انا لما اجي هشتغل مش هشتغل على 69، ليه بقى؟ انا هشتغل هقول 360 ناقص 69، ليه؟ لان الشيت اللي انا هدخل عليه بعد كده هتفهموا قصدي اصلا يعني بعدين، هو مش بيشتغل على الزاويه دي، لا ده بيشتغل على 360 ناقص الزاويه دي اللي هو من هنا لحد هنا، او بمعنى اصح يا جماعه في الاتجاه الموجب لمحور السينات يعني. بصوا بيشتغل يعني هفهمها لكم بعدين ماشي، مش هسبق الخطوات ماشي، بس خليكم فاكرين معايا ان هو مش هيشتغل على الزاويه 69، لا ده هو هيشتغل على او هتظبط على الزاويه اللي هي 360 ناقص الزاويه ماشي تمام ماشي يا جماعه. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي جبنا الزاويه اللي هي الفا او ثيتا زي ما هنسميها يعني تمام. خلينا دلوقتي مبدئيا هنقول انها 69 ماشي تمام. دلوقتي انا هعوز ايه تاني؟ هعوز حاجه اسمها الاكس بيز والواي بيز، هقول اي دي تمام، واقف هنا كده، هي دي الاكس بيز والواي بيز اللي انا هدخل بيها الشيت اللي انا هفتحه كمان شويه. يبقى انا في الشيت اللي انا هفتحه هحتاج اللي هو الثيتا او الالفا اللي انا لسه جايباها والاكس بيز والواي بيز، هكتبها دلوقتي في ورقه، بنكتبها في ورقه جنبنا عشان ما نتوش مننا تمام، اللي هي اسمها ايه 1.8 الرقم ده تمام. ثواني كده دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي جبنا الالفا او الثيتا تمام، وبعد كده جبنا الاكس بيز والواي بيز. طيب القيمتين دول هندخل بيهم في شيت جديد شيت اكسل عشان نطلع حاجه اسمها اكس نيو واي نيو. بمعنى ايه؟ احنا اصلا بنعمل كل ده ليه؟ علشان انا دلوقتي عايزه اطلع اكس نيو واي نيو، يعني مثلا هتفهموا بعدين لما اطلع الشيت هتفهموا اكتر يعني. يعني مثلا لما اجي مثلا عند الاكس بزيرو كانت الواي كانت ثواني كانت الواي مثلا كانت ليها قيمه بكذا ماشي، لما مشيت اكس مثلا بقيمه كانت الواي بكذا، لما مشيت اكس بقيمه كانت الواي بكذا تمام. المهم بس انا مش هسبق الاحداث، شيت الاكسل اللي هفتحه دلوقتي هو اللي هيوضح لكم الدنيا تمام. فالشيت ده انا مسمياه ده برضو دكتور كارم برضو هو اللي يعني هو اللي عامله، مسمياه اسمه بيز لاين جريد تمام، زي ما انتم تسموه يعني. هفتحه اهو. طيب الشيت ده يا جماعة ماشي بيطلب مني الالفا او الثيتا اللي انا لسه جايباها، وبيطلب مني الاكس بيز والواي بيز، وبيطلب مني الاكس والواي بتاعة الشور لاين اللي انتي عاملاها من شوية تمام. طيب الاكس بيز والواي بيز انا لسه جايباها، هنقلها دلوقتي تمام. انا حتى انا عاملها يعني هنا كاتباها هنا اللي هي القيمة دي تمام، هاخدها هاي كنترول سي دي يا جماعه اللي انا لسه جايباها حالا من الكاد تمام. الثيتا احنا قايلين انها 69 تمام، انا خلينا بس دلوقتي لو كتبتها 69 هيطلع شكل مختلف عن 360 ناقص 69، فخلينا دلوقتي نكتبها 360 ناقص 69 اللي هي 291، وهعملها لكم برضو على مرة تانية على السنة 63 بس الشكل مش هيظبط وانا هقول لكم ليه. بص حتى هو بيقول لك ايه بيز لاين انجل، بيقول لك ايه الموجب بتاعي من ايه يعني من الموجب للسالب اللي هو من اس اي للان اي تمام. كان الالفا كتبتها 291 والاكس بيز والواي بيز، بعد كده بقى هو طالب مني الايه الاكس والواي اللي هي اهي الاكس والواي اللي هو طالبها مني اللي هي بتاعه الشور لاين اصلا. ثواني هفتحها لكم من جديد.
اللي هي دي دي تمام. في حاجة بقى يا جماعة، ده انا دخلته عشان ارسمه على الاوتوكاد، كان بيرسم ايه الاكس والواي من الايه من الكبير للصغير، حتى لو بصيتوا كده هتلاقي ان الارقام ايه بص عندك بت ايه بتقل اهي تمام. لا لما اجي ادخلها بقى على الشيت اللي هو بتاع الجريد ده او البيز لاين ده بعملها ازاي؟ بص ثواني بكتب كده، بقول مثلا ادي 1 2 3 ماشي، واجي ارتبهم من الصغير للكبير، اقول داتا بعد كده سورت من ايه لا ثواني من الكبير للصغير تمام. هو كده رتبها لي دلوقتي كده اهو من الكبير للصغير. هقوم بقى واخده القيم دي كنترول شيفت سهم لتحت واقول كنترول سي، واروح هنا الشيت الجريد اللي انا بقول لكم عليه ده، الشيت ده هايل جدا يا جماعه والله، واقول له بيست. بس ثواني بقى ايه نروح نشوف نهايته فين تمام. ابص بص بص ثواني اهو، تعالى بقى هنا كده اهو اهو ده كده همسحه واقول له ديليت، وكمان دول بقى اكملهم للاخر يعني دول هم. يا جماعة هعمل ايه؟ هكمله من الاخر. تمام نيجي بقى نشوف ال الرسمة دي رسمة قديمة، فبدايتها ونهايتها منين لفين؟ بص كده بدايتها من هنا يعني نهايتها هنا، فأنا هنزل بس ده كده هنزله للآخر بس تمام. معلش يا جماعة اللي بياخد وقت مننا هو الشور لاين، تظبيط الشور لاين، لكن بعد كده الدنيا بتظبط يعني يعني ايه تاخدش وقت كده. فانا حتى في بداية الفيديو قلت لكم ان اللي بياخد وقت مننا هو الشور لاين، لو ظبطناه خلاص. نزله للآخر بس كده. هنبص اهو هنلاقي ايه الشور لاين اترسم اهو تمام، بس بايه باحداثيات جديده، اكس جديده وواي جديده اللي هي دي، اكس نيو وواي نيو. طيب في حاجه بقى يا جماعه عايزه اقول لكم عليها،
انا مش هاخد الارقام اللي هي الاكس نيو اللي هي عارف يعني ايه، عارفين يعني ايه اكس نيو بسالب 25 سالب 24 مش عارف ايه لحد لما نوصل لحد الزيرو، تمام؟ دي معناها ان الاكسات بتاعتي دي معناها اللي هي ايه ورا هنا. ثواني بقى هوريها لكم هنا، تعالوا هنا. دي معناها ان القيم اللي بعد دي يعني ايه، يعني في قيم بعد بعد الخط ده، فانا مش عايزه القيم اللي بعد الخط يعني بعد ده، لا انا عايزه القيم من بدايه من منين، من هنا اللي هي نقطه الزيرو، يعني الاكس بتاعتي تكون بزيرو. يعني اي قيم، بص القيم السالبه بتكون من هنا كده، تمام؟ القيم الموجبه بتكون هنا كده، نقطه الزيرو هتكون من هنا كده. فانا بقى مش عايزه اي قيم سالبه من هنا، همسحها اللي هي من هنا كده، همسحه او هبتدي يعني من هنا، هبتدي من هنا، تمام؟ يعني بدل ما هو مثلا ايه سالب مش عارف 8 من ايه، هعتبرها اقول ان دي كده ايه نقطة الزيرو، تمام؟ فانا يا جماعة كل القيم السالبة دي انا مش عايزاها. انا هبتدي حتى بصوا لو هتلاحظوا هنا هتلاقوا ان القيم السالبة دي هنا بره هنا كده، تمام؟ لا انا عايزة ابدأ من عند الايه الزيرو، اللي هو هنبدأ مثلا ونفترض اللي هو من هنا، هقول ان هو مثلا ونفترض زيرو، تمام؟ ثواني كنترول زد. تعالوا بس خلينا ناخد الارقام دي، هي ماشي ناخد الارقام دي، هي دي اللي هبتدي بيها، تمام؟ هي دي كده اقول له ثواني اهو، هنبتدي من هنا ماشي، وانا هعتبر ان السالب 8 من 100 دي انا هعتبر هي دي نقطه الزيرو بتاعتي، واقول كنترول شيفت سهم لتحت كنترول سي، واروح افتح شيت اكسل جديد. ماشي بيجي لي اوت واقول له تمام، واروح اقول له هنا هي ايه ما خدتهاش، هو ما خدش الامر معايا ولا ايه؟ ثواني كده يا جماعه، ما خدش الامر معايا اللي هو كنترول سي، هاخد كنترول سي واروح هنا الشيت الجديد ده واقول له كنترول في، تمام؟ الرقم ده زي ما قلت لكم انا هخليه بايه، هخليه بزيرو، هعتبر ان هو ده بزيرو، ده نقطة البداية بتاعتي. وهروح اسميه بعد كده يا جماعة، هروح بقى اسيفه واقول له فايل، تمام؟ سيف از، هروح اسيفه فين؟ في الديسكتوب، ماشي؟ هروح اسيفه مثلا هنا في الشور لاين، تمام؟ وهسميه بقى ايه، ده الاكس نيو والواي نيو الجديده اللي طالعه معايا، فهسميها ادي اكس نيو واي نيو، تمام؟ لسنه كام بقى؟ ل 2011، ماشي تمام. واروح لازم يا جماعه نسيفه سي اس في، ماشي، ونقول له file name is not valid. طب هو ايه، هو مش عايز ال... طب ثواني كده واقول له سيف، تمام كده هو الداش دي ما كانش راضي يسيفها، تمام؟ اقول له يس، هو كده سيف سي اس في، سي اس في ثواني، ونقول له تمام. ونروح هنا كده اهو يا جماعه، ده الايه الاكس نيو والواي نيو ومسيفاها سي اس في، بس للاسف عندي السي اس في يا جماعه اللي هو بيبقى يكون كوما كده، تمام؟ بصوا هو هنا بقى بيعملها ازاي، هو هنا بقى لازم نعمل حركه كده، لازم نفتحه الاول بالنوت باد، تمام؟ عشان خاطر يسيف سي اس في. طيب هعملها لكم ازاي دي كده، عشان حتى لو ايه لو الناس اللي بتقابلهم نفس مشكلتي، انتوا عادي ممكن الاكسل بتاعكم بيسيفوا سي اس في دايركت مره واحده، انا بقى عندي بقى للاسف لازم نعمله كده، اقول له اوبن ويز بعد كده النوت باد، تمام؟ بعد كده اقول له انا عايزه احول اللي هي العلامه اللي هي الكوما دي نقطه وتحتها كوما، ماشي؟ لا اقول له ايديت واقول له ريبليس، تمام؟ حول لي اللي هي النقطه وتحتها كوما دي لايه؟ لكوما بس، واقول له ريبليس اول، تمام؟ بعد كده واقول له تدوس اكس كده واقول له ايه سيف. بصوا بقى الحركه اللطيفه دي، هيفتح دلوقتي اهو،
تمام. السيف هو يا جماعه السي اس في. في ناس عندها الاكسل بتاعها يعني مش بتبقى محتاج انها تعمل الخطوه بتاعه النوت باد دي، تمام. انا بقى للاسف الاكسل بتاعي كده، تمام. هو دلوقتي السيف سي اس في، هقول لكم ليه بقى لازما نسيفه سي اس في، تمام. بعد كده الخطوه اللي بعد كده يا جماعه، هو للاسف هي خطوات اكسل، يعني هو للاسف تظبيط الشور لاين ده عباره عن خطوات اكسل وشتات اكسل. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ طلعنا الاكس نيو والواي نيو. الخطوه اللي بعد كده برضو هفتح شيت كده اللي برضو الدكتور كارم برضو عامله، تمام. هفتحه، ده اسمه كوستال تول، ماشي. بنفتحه بقى، يبقى الشيت يا جماعه تاني يا جماعه، الشيت اللي انا مطلعاه ده اللي هو الاكس نيو والواي نيو ده هدخله على ايه؟ على الكوستال تول. الكوستال تول ده فين؟ برضو هبعته لكم. بسم الله، هو فين؟ سايبه فين؟ خلاص مش مهم، هجيبه لكم من هنا، مسايبه في مكان تاني اهو. ده يا جماعه الكوستال تول، هبعته لكم برضه، تمام. بنعمل ايه بقى؟ بندوس تولز، بعد كده انتربوليت، بعد كده بتقول له اوبن الفايل اللي انا لسه مسجلاه اللي هو اكس نيو والواي نيو، تمام. انا مسجلاه على الديسكتوب. مسايبه فين انا؟ اهو ماشي. بعد كده انا مسايباه فين؟ هنا شو لاين، اللي هو ده، تمام. لازما يا جماعه الكوستال تول ده لازما عرفتوا ليه انا بقى سيبته في سي اس في؟ علشان الكوستال تول لازما تسيفه سي اس في، ما بيقراهاش غير سي اس في. كوماند بعد كده اقول له اوبن، ماشي. هو قراها قايل انه ان الماكسيمم بتاعي ده يعني الشور لاين بتاعي يعني 14 كيلو 739، تمام. انا الشور لاين احنا بنقسم الشور لاين كل 20، كل 20 جريد، تمام. طيب لما تقول ال 14 كيلو 739 على 20، قول 14 كيلو مثلا، قول ولنفترض مثلا 14 كيلو 700 ومثلا و 60 مثلا، تمام. اهو ادي 14 كيلو 600، لا 700، 14 كيلو 700 و 60، ماشي. هنقول نقسمها على كل 20، ماشي. هيديني كام؟ انا كاتباها غلط، ثواني كده. 14 760 على 20، تمام. يبقى قسمنا ال 14 كيلو 760 على ال 20 اداني 738 جريد. نحفظ الرقم ده بقى يا جماعه، 738 جريد، تمام. طيب بيقول لك ايه؟ انت عايز تحفظ احنا كده دخلنا الانبوت، تمام. الاوتبوت بقى اللي هيطلعه لي من الكوستال تول هسيبه فين؟ هسيبه برضو هنا، هسميه اهو اوت بوت، ماشي. فروم كوست تول مثلا، يعني ده الاوتبوت بتاع الكوست تول بتاع 2011، ماشي. واقول له سيف، واقول له رام، هيقول اقول له اوكي، بعد كده اوكي، بعد كده بلود داتا، وهو رسمه لي اهو، تمام. ده كده الشور لاين بتاعي عمله لي بالانتربوليشن، ماشي. بعد كده اقول له ايه بقى؟ اكزيت عادي، اكزيت، تمام. هنا كده نيجي نفتحه بقى هنا كده، سايبه فين؟ سايبه في الشور لاين هنا اهو، هو ده، تمام. افتحه ازاي بقى؟ بيتفتح اوبن ويز نوت باد، اقول له اوكي، تمام. القيم دي هفتحها في شيت اكسل، يبقى انا هفتح دلوقتي حتى شيت اكسل اهو، ماشي اهو. هاخد بقى القيم دي كده كوبي واحطها ايه بيست في الشيت الاكسل بتاعي،
واقول له كنترول سي وافتحها هنا واقول له كنترول في. تمام. تمام. ثواني، هو هنا مسيفالي سي سي، فانا بص انا ممكن اعمل حركه لطيفه قوي كده، اقول له داتا تكست كولوم واقول له نيكست نيكست فينيش. تمام. يا جماعه تاني، لو انت لو الشيت عندك مش سايف سي اس في وعايزه تحوليها زي العمدان كده عادي، بتدوس داتا بعد كده تكست تو كولوم، حتى هو بص كنترول زد 8 تقول داتا تكست كولوم لكن نيكست نيكست فينش. تمام. بس كده كات ديليت. تمام يا جماعه. ده بقى اللي هو ايه، ده بقى ده الاوتبوت اللي طالع من الكوستال تو، ده بقى اللي هدخله على الليد باك الحمد لله يعني. فهسيفه اهو، فايل سيف از، سيف فين عيب الواحد العشوائيه اللي هو فيه. والله شو والله هنا شور لاين. تمام. هسميه هنا ده اوت بوت، برضو هو ده الاوت بوت بقى اوت بوت. ماشي، هو نفس البتاع ده. لا ثواني بس هقول له بقى، ده بقى اللي هيروح للايه، للمايك بقى. ماشي، تو مايك. واقفله وشكرا. تمام يا جماعه، ده اللي هيروح للمايك. ايه ثاني يا جماعه، يبقى ده كده ده كده ده اللي هدخله للمايك. ماشي. ده بنسميه بيتش بوزيشن. ماشي. كده يعتبر انا كده خلصت شور لاين بنسبه مثلا 95%، اللي باقي فيه حاجه بسيطه ومش يعني هخليها دلوقتي، ندخل في الايه، في البروفايلات. تمام. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا هبدا دلوقتي في ايه، في خطوه البروفايلات. يبقى احنا كده خلصنا الشور لاين، هندخل في الايه، في البروفايل. البروفايل ممكن يدهولي او الداتا على حسب الداتا اللي معاك. تمام. والله لو الداتا هوريك دلوقتي الداتا بتكون عامله ازاي مثلا، يعني انت وحظك بقى على حسب الداتا اللي هي معاك، ممكن يديها لك بكذا طريقه وكذا شكل. فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اقول لك ايه هما ممكن يديها لك. يعني اول طريقه مثلا انها تكون مديها لك كده، ودي طبعا بتكون مسهله الدنيا عليك يعني. اهي ثواني. بيكون مديها لك شيت كده بالظبط. تمام. فلو هو مديها لك شيت كده بالظبط ده تمام وزي الفل، بنعمل ايه بقى، بناخد الديستانس والديبس او الكوركشن ديبس. تمام. وننزل كده لتحت ونقول له كنترول شيفت سهم لتحت، وفي الغالب اصلا هو الداتا بتكون جايه لك كده كنترول سي. ماشي. وهفتح شيت اكسل، هحطه في شيت اكسل يعني. واروح اقول له هو ما خدش الامر ولا ايه، هاخده هنا تاني كنترول سي وهقول له هنا كنترول في. تمام. وهروح ادخله على الكوستال تول. تمام. البرنامج الصغير اللي انا لسه عامله بيه دلوقتي. ماشي. بس طبعا قلت لكم ان الكوستال تول بيقرا ايه، سي اس في، فانا لازم انا اسيفه ايه، سي اس في. تمام. هقول له فايل سيف از، هسيفه فين، هسيفه هنا، هسيفه مثلا هنا في مثلا يعني في البروفايل هنا في يا جماعه. عشان بس ما تتهوش، حاولوا ان انتوا ايه تقسموا كده فولدرات، فولدر للشور لاين، للكوستال، للبروفايل، للويفز، وهكذا يعني. تمام. عشان ما تتهوش يعني. فده انا هسميه مثلا يعني ده اشوف ده هيبقى بروفايل رقم كام مثلا، برو
مثلا ده مثلا بروفايل مثلا رقم واحد ماشي، وهنسيبه سي اس بي تمام، واقول له سيف، خلاص اتسيف اهو، واروح هنا افتحه، انا مسيباه هنا في البروفايلات اهو، المفروض بقى يتسيف سي اس في، للاسف يعني انا ايه لازم افتحه بالايه بالحركه اللي انا لسه عاملاها من شويه دي اللي هو النوت باد، لو بعمله كده واقول له اوبن ويز، انت لو الاكسل بتاعك عادي هيعملها بسرعه، يعني انت لو الاكسل بتاعك غير بتاعي بيسيف سي اس في بسرعه خلاص تمام مش هتعمل الحركه دي، فانا بقول له فايل، لو زي بتاعي يبقى اعمل بقى الحركه دي. ايديت يا ربي، بعد كده ريبليس، فين ريبليس، ريبليس، وقول له غير بدل ما هي كده خليها كده، يعني بدل ما هي نقطه وكومه خليها ايه كومه تمام، وقول له ريبليس اول، وبعدين تقفل من اكس، بعد كده تقول له ايه سيف ماشي. هنيجي نفتحها اهو ماشي، السيف اتسيف ده السي اس في تمام يا جماعه ماشي. طيب احنا سيفنا اهو البروفايل اللي انا عملته البروفايل الاولاني، هروح اعمل البروفايل التاني والتالت والرابع والخامس ايا كان عدد البروفايلات اللي عندك ماشي. اللي انا عملته ده بقى كده هروح اعمله البروفايل التاني، وده سهل خالص يعني خلاص سهل ماشي. هروح بقى دلوقتي اعمل ايه، هدخله على الكوستال تول، هروح فاتحه الكوستال تول هروح فاتحه الكوستال تول والكوستال دول الكوستال تول ده برضو يا جماعه انا ايه هبعته لكم تمام. دلوقتي يا جماعه انا فتحت اهو الكوستال تول واقول له تولز، بعد كده انتربوليشن ماشي. هروح اقول له اوبن الفايل، هروح اقول له انا مسيفه فين في الديسكتوب فين تمام. ادي هو البروفايلز اهو، ده لسه مسيفاه اهو سي اس في، واقول له تمام. جماعه لو احنا مش مسيفينه سي اس في هيقول لي ايرور، مش هيفتح اصلا مش هيقراه، فهمتوا ليه بقى انا بعمل بسيبه سي اس في ماشي. هو قراها قال له ان قال لي ان الماكسيمم كام، كيلو 555 متر ماشي. فانا يا جماعه البروفايلات انا بس بعملها كل 10، الجريدات بتاعتي كل 10، الكوست لاين او الشور لاين انا بعمله كل 20، هو مش قران عادي ان احنا ممكن نعمل البروفايل كل 5 والشور لاين مثلا كل 10 كده يعني. طيب انا لما اقسمه كل 10 فانا هقول ايه بقى، في الكيلو ده كيلو 555 نقسمهم على 10 ثواني. بصوا يا جماعه احنا ما بناخدش الرقم اللي هو 1555، احنا بنزود عليه عشان فيه هنا ايه رقم 10 يعني، فهنخليها مثلا ايه 1560، 1555 تمام، خليها مثلا 1560 تمام ماشي. يبقى نقول مثلا 1560 لما نقسمها على 10 هتديني 156، يبقى انا هكتب هنا كده 156 ماشي. وبعد كده انا بقى الاوتبوت بتاعي هسيبه فين او هسميه باسم ايه، ده هيبقى اللي هو بروفايل واحد، او هسميه مثلا ثواني اوتبوت، ده الاوتبوت ماشي، فروم كوست تول، فروم كوست تول، ده اللي طالع من الكوست تول للبروفايل ماشي، بروفايل بروفايل الاولاني ماشي. واقول له سيف، بعد كده اقول له رن اوكي اوكي بلود داتا، وده دلوقتي ده شكل الايه البروفايل ماشي. اقول له اجلد تمام. اجي هنا كده ثواني، دلوقتي اهو يا جماعه ده اللي طالع من الايه من الكوست تول البروفايل ماشي. هنفتحه برضو كده اوبن ويز، هفتحه في شيت اكسل تمام. هو الاول بيتفتح بالنوت بيت الاول، هو للاسف يعني الاكسل اللي عندي عقيم شويه مش عارفه ليه يعني، فهضطر دلوقتي افتحه شيت اكسل
ماشي، واقول له يجي لي اوت، واجي افتح من هنا. تمام يا جماعه، فانا هاخده هنا كده، هاخده هنا كده يا جماعه، كوبي اهو. واقول له كنترول سي، وهفتح هنا، انا فاتحه شيت اكسل اهو، واقول له بيست. تمام، ديليت. تمام كده يا جماعه، يعني ميزه الكوستال تول ان هو بيرتبهم لي جريدات، اهو 0 10 20 30 40. هو اصلا احنا قايلين ان البروفايل ده كان كام، كان طوله كام، كان كيلو 550 ماشي. حتى بصوا اهو، بصوا 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 يا جماعه اهو، فعلا كيلو اهو يا جماعه، في ايه انت هنكت ليه؟ اهو كيلو 555 ماشي. تمام، ده كده يا جماعه بقى، ده اللي هندخل بقى ايه، ده بقى اللي هندخل بايه الليد باك. تمام، يبقى احنا كده خلاص اهو ظبطنا الايه الكوست لاين وظبطنا البروفايل. بس في حاجه يا جماعه عايزه اقول لكم عليها، انا مش هدخل ده كده دايركت كده للليد باك، لا الليد باك عايز ايه، هو الليد باك عايز يقرا. بص لو هتلاحظوا ان هي، بص كده هتلاحظوا ان ده رقم موجب او الجزء الارضي، يعني الموجب ادي الموجب ادي الموجب. تمام، ده الجزء الموجب. بعد كده ايه بقى، ده الجزء السالب بقى. تمام، الليد باك عايز يقرا السالب الاول بعد كده الايه الموجب، يعني من تحت لفوق. بصوا يعني عايز يقرا الكلام ده الاول اللي هو ده، يعني يبدا بالاول بالسالب وبعد كده الايه الموجب. فهنعمل حركه لطيفه عادي جدا، هنقول له كده ونقول له داتا سورت. تمام، كولم ايه هرتبه من لارجست سمولست. تمام اهو، بس كده يبقى هو بقى عايز يبدا بده بقى. تمام كده يا جماعه، يعني جاب من تحت لفوق اهو. بصوا 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 تحت اهو، ادي الرقم 2 اللي كان اهو، بدا الموجب تحت وخلى السالب ايه السالب فوق. يبقى ده كده اللي هندخل بيه ايه الليد باك. ماشي يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، ان الاكسل بيشتغل ايه، بيشتغل راسي بعمدان. تمام، لكن الليد باك هوريكم، حتى هوريكم شكله اهو، بيشتغل ايه، بيشتغل افقي. تمام، فهنعمل حركه لطيفه بس كده الاول. القيم اللي هي دي، دي على فكره يا جماعه القيمه دي، دي اللي اسمها الباسيمتري، اللي احنا مطلعينه ده اسمه الباسيمتري. تمام، هناخده ثواني بس اهو، هناخده كنترول سامل تحت ونقول له كنترول سي، واطلع فوق هنا كده وهحطه هنا، اقول له ايه بقى بيست سبيشال. تمام، واقول له ترانسبوز، وخليته بالعرض علشان خاطر انا هدخله، انا هدخل ده كده بالشكل ده كده، هدخله للليد باك بالعرض. تمام، بس وكذلك برضو بالمره الكوست لاين، الكوست لاين اللي انا لسه عاملاه اهو، اللي انا لسه مطلعاه ماشي. برضو هاخده كنترول سي وهحطه بالعرض بقى ماشي، بيست سبيشال ترانسبوز. ليه؟ عشان انا برضو هدخله للليد باك بالايه بالعرض مش بالطول. تمام، يبقى انا دلوقتي كده ظبطت الكوست لاين شور لاين يعني، وظبطت البروفايل. ندخل بقى على ايه، نجهز داتا الايه الويف. بصوا يا جماعه دلوقتي قبل ما ابدا على الويفز، اشتغل على الويفز، انا كنت لسه قايله لكم من شويه ان البروفايلات ممكن الداتا اللي معاك تكون بكذا طريقه. يعني مثلا هو مديها لي هنا اهو، لو هو مديها لي كده بالطريقه دي اللي هي دي جاهزه، ده يبقى كده مريحني وزي الفل. تمام، مديني الديستانس والكولكشن ديبس زي ما قلت لكم بتعملوها ايه، عادي بناخدها وبنسيفها سي اس في علشان ندخلها لايه الكوستال تول عشان يعملها لي جريدات، وشكرا على كده. طيب لو كان مديها لي بقى مصعبها عليا حاجه بسيطه، طيب اهي لو مديها لي بالطريقه دي مثلا بالشكل ده، لو مثلا يعني مديها لي بالشكل ده مثلا، بصوا يا جماعه بالشكل ده كده
مديها لي اكس وواي، ثواني اهو مديها لي مثلا انيبل اد تو. لو هو مديها لي اكس وواي ومديني الكوركشن ديبس عادي جدا، في معادله احنا واخدينها قبل كده اللي هي جذر فرق الاكسات تربيع ناقص فرق الوايات تربيع، تمام؟ بس المعادله بقى بنعملها ازاي؟ يعني نكتب المعادله صح علشان يعني ايه اهو المعادله بتتكتب كده يا جماعه. بص يا جماعه المعادله هتكتب ازاي، ثواني بس كده هقول له بس ماشي. هسمي دي كده اللي هي الايه الديستانس، ماشي تمام. فانا محتاجه ليه الديستانس والكوركشن ديبس عشان يبقى ايه زي الايه البروفايل اللي فات. طيب المعادله دي بقى بتتكتب ازاي؟ بنخلي دي زيرو، ماشي. المعادله دي هقول انها بتساوي افتح قوس قوس كمان فرق الاكسات تربيع ناقص فرق الوايات تربيع، وطبعا المعادله دي تحت الجذر، ماشي. فهنقول دي ناقص دي نقفل القوس الكل تربيع، ماشي. بعدين زائد تحوز برضو دي ناقص ثواني بس يا جماعة هوقف بس كده ثواني. دلوقتي يا جماعة عايزين بقى نكتب الديستانس او العلاقة، بنكتبها كده عادي بنقول انها بتساوي ماشي. نفتح نقول ان عبارة عن دي ناقص دي الكل تربيع. انا هوقف بس عشان ايه الوقت ما يعديش، تمام. هكتب المعادلة وبعد كده هرجع لكم تاني. اهو يا جماعة المعادلة انا كتبتها اهي، دي عبارة عن ايه؟ بنقول ان هو فرق الاكسات تربيع ناقص فرق الوايات تربيع، بس في حاجة يا جماعة بنحط علامة الدولار بعد اول قيمة هنا من الاكس وبعد اول قيمة هنا من الواي، تمام. وبعد كده نقول له انتر انتر تمام. طلعت بعشرة، فبعد كده بقول له ايه اللي بعد كده، ماشي. فدي اهي لو اديها لي بالطريقه دي او لو اديها لي بالطريقه الثانيه، دي دلوقتي اهو ادي الديستانس وادي الكوركشن ديبس، طبعا هنا بنحط زيرو، ماشي كده يا جماعه. فنفس النظام بتاخد الديستانس والكوركشن ديبس وبتحطهم في شيت اكسل وتسيفهم سي اس في، وبعد كده بتروح توديهم ايه على الكوستال تول وتطلعها جريدات، تمام ماشي. دلوقتي بقى ندخل على الخطوه الثالثه اللي هي خطوه الويف، ودي اسهل حاجه اصلا، تمام. الداتا بتاعتك بتكون بالشكل ده. هو بيكون مديهالي جاهز اصلا، بيكون مديني الديوريشن ويف هايت ويف دايركشن مش عارف ايه ويف بيريود كل الكلام ده. فانا باخده يا دوبك باخده من هنا كوبي واروح احطه فين؟ اروح احطه في الليد باك. هو اصلا يعني شيت الاكسل ده بيكون مديهولي اصلا جاهز، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بس كده دي كده احنا كده دلوقتي حاليا مهيئين ان احنا ندخل ايه دلوقتي للليد باك. عدى ساعه اهو يا دوب، ما انا قلت لكم الوقت كله بيبقى في الايه في تظبيطه الكاد والاكسل، لكن شغل الليد باك ان شاء الله مش هياخد وقت. ندخل دلوقتي بقى نفتح ايه نفتح الليد باك، تمام. عايز افتح الليد باك كانه من جديد اهو، افتح كانه من جديد، ماشي. بقول اول حاجه فايل، بعد كده نيو فايل، بعد كده بقول له بروفايل سيريز، تمام. انا هبدا بايه الاول؟ انا هبدا بالبروفايل ولا بالشور لاين؟ مش مهم، مش هتفرق عادي يعني. فنبدا مثلا بالكروس شور بروفايل، بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه الكوست لاين، ماشي. فدلوقتي نبدا بالشور بروفايل، تمام، واقول له اوكي. بصوا بقى يا جماعه،
بيبدأ بيطلب مني ايه، بيقول لي الاورينتيشن. الحتة دي انا كنت عايز حد متخصص فيها. الاورينتيشن اللي هو يقصد بيها الالفا اللي انا كنت مدخلها في الاول خالص ساعة الكوست لاين او الشور لاين، تمام، اللي هي كانت 69، لا 360 ناقص 69 اللي هي 291، ماشي. فانا مش متأكدة ان كنت هحطها 291 تمام ولا هحطها زيرو. اصل انا دلوقتي يعني ايه مش عارفه، او سالت كذا حد، في حد قال لي انت بتحط، هي ملهاش علاقه بالاورينتيشن بتاع الشور لاين، تمام، فبتحطيها زيرو. يعني لو الاورينتيشن بتاع الشور لاين 200 يعني 291 درجه، حطي البروفايل حطيه بزيرو برضو. وسالت حد تاني قال لي لا، الاورينتيشن بتاع البروفايل خديه هو نفس الاورينتيشن بتاع الشور لاين. يعني الشور لاين انا كنت كاتبه الالفا او السيتا كانت ب 291، فقال لي خديها هي كمان برضو في البروفايل، خديها كام 291. فالحته دي يا جماعه انا مش متاكده منها، فللامانه العلميه قلت لكم عليها، يمكن لو حد منكم عرف في الاجابه يبقى ايه، يبقى يعرفني، تمام. فانا مشيتها على انها 291 والرنه اشتغلت عادي ومفيش وتمام ومفيش اي مشكله يعني، تمام ماشي. نمبر اوف جريد، يعني كام جريد دلوقتي، هفتح دلوقتي شيت البروفايل واشوف كام جريد، ماشي. انا مسجلها ايه، فهو يا جماعة لما بيطلب مني عدد الجريدات كام جريد، بروح بفتح الاوت بوت بتاع البروفايل، تمام اهو، تمام، اروح اشوف كام جريد، انزل هنا كده كام جريد، 156 جريد. يبقى راح اقول له عدد الجريدات 156 اهو، اقول له كده 156، تمام. طيب الجريد ستيب انا عاملاه كل كام متر، انا عاملاه كل 10، يبقى البروفايل انا عاملاه كل 10، لكن الكوست لاين انا عم مقسمها جريدات كل 20 متر، تمام. واروح اقول له اوكي. ما ننساش يا جماعه في الحته دي بالله عليكم تتاكدوا منها، بس بنسبه كبيره، بنسبه مثلا 99% انا باخد الاورينتيشن هي نفس انا باخد الاورينتيشن بتاع البروفايل هي نفس الاورينتيشن بتاع الشور لاين، بس برضو نتاكد منها، تمام. واقول له اوكي، وبعد كده اقول له اوبشن، اظهر بقى ايه باقي البراميتر، يعني اقول اوبشن نافيجيشن، بعد كده اوكي تمام. هي دي الايه البارامتر اللي انا هدخلها للايه للشور للبروفايل، ماشي. بيطلب مني اول احنا قلنا كام جريد، ايه ده، احنا كنا قايلين 156 بس، ايه ده 155. يا جماعه ما هو اصل هو بادئ بالزيرو، اعتبر ان الزيرو ده جريد كمان، فلما يكون الزيرو ده عباره عن واحد جريد ونضيف عليهم 155 فبالفعل بقوا كام، 156 جريد، تمام. طيب بيطلب مني الباسيمتري والرفنس والمينجرين دياميتر والفيل فيلوسيتي والجيومتريك الايه جيومتريك سبريدنج، تمام. الباسيمتري اللي انا لسه جايباه حالا اللي هو ده، ده اللي هو الاوتبوت اللي هو ده، فاكرين يا جماعه لما قلت لكم ان هو يعني ايه بيبتدي بالسالب وبينهي بالجزء الموجب، يعني ده الباسيمتري، تمام. فهاخده اهو كنترول شيفت سهم الاخر، وبعد كده كنترول سي، واروح احطه هنا. بصوا يا جماعه بتعملوها ازاي. كنترول في، تمام كده، بس اتكتبت اهي، تمام. لازم اكتب، بصوا يا جماعه الحركه دي اللي هي 8 هكتبها من جديد واقول له انتر. اللي اداك ما اعرفش في حركه هبله كده بتتعمل، هعملها تاني كده معاكم عشان الحركة دي وقفت معايا جامد قوي وعرفتها بعدين يعني. تاني انا هاخدها اهو، خدتها كنترول سي، هروح احطها ايه كنترول في، تمام، مش اي مشكلة اهو كنترول في،
طيب هنيجي يعني نبص كده الرسمة ما رسمهاش، فبنعمل حركة هبلة كده ان انا بكتب الرقم تاني من جديد، يعني مثلا اللي هو مثلا ايه سالب 7 و817 من 1000، بكتب السبعة دي من جديد مثلا، بكتبها تاني تمام، وانزل كده اهو رسمها. سبحان الله، يعني ما اعرفش ايه الفكرة في كده يعني، بس الحركة دي برضو يعني انت لو كنت اول مرة هتلاقي نفسك مش عارف ايه السبب يعني، فانا بقول لك اهو انت اكتب بس الرقم ده من جديد وخلاص على كده ماشي. طيب الرفنس، الرفنس على حسب كل منطقة تمام. فأنا في منطقة غرب رشيد أنا هاخدها بأربعة من ألف تمام. طيب تكتب إزاي بقى؟ بسم الله. بنقف هنا كده ونقول طول interpolation، لا tools calculator، تقول له دي تمام، وتكتب له ايه الاربعة من الف، وتقول له اوكي تمام، واتكتبت كلها تمام. طيب المين جرين ديامتر والفيل فلوسيتي والجيومتريك سبيد دي بتتجاب من معادلة تمام، وطبعا دي طبعا على حسب كل ايه، على حسب كل منطقة. فالمين جرين ديامتر اللي هو الدي 50 عند منطقة رشيد على حسب الداتا اللي مديها لك، انا هاخدها ب25% تمام مليمتر. فهكتب كده tools interpolation، لا tools calculator، وهكتب ايه 25% واقول له اوكي تمام. فكتبها لي كلها كام 25%، ومرسومه اهي تحت تمام. الفول فلوسيتي بقى، الفول فلوسيتي دي بتتجاب من معادله في شيت اكسل تمام، هبعته لكم برده الشيت الاكسل ده وهفتحه لكم دلوقتي. اهو بتتجاب اهو المعادله اهي اللي هي اهي تمام. والله المعادلة دي والله لو كانت دي 50 اقل من الواحد مليمتر، ولو كانت الدي 50 ما بين الواحد وما بين الاثنين، انا الدي 50 واخدها ايه ربع تمام. فهخش هنا كل اللي انا هعمله هقول ان الدي 50 بتاعتي بكام، بدل ما هي 18% لا انا هخليها كام 25% تمام. بس ماشي، لان هنا الدي 50 هنا بالمعادله دي او الشيت ده يعني بالمتر تمام، لكن ال 25% دي بمليمتر، فقسمتها على 1000 تمام. بس مجرد بس ما انزل كده عادي اتغيرت اهي، منها بقى اقدر اجيب منها ايه الاف اللي انا عايزاها دي اللي هي طلعت بكام بخمسة من عشر. هروح هنا اللي هي الفول فلوستي، يبقى الفول فلوستي بكام بخمسة من عشر. والله بقى على حسب بقى كل منطقة عندك وهل القيمة ثابتة ولا لأ تمام. فيعني لو مثلا يعني الدي 50 بتتغير مثلا من يعني مثلا ايه تتغير مثلا عند مثلا اول مثلا نص كيلو كانت الدي 50 بكذا، والنص كيلو اللي بعده الدي 50 بكذا، فانت عادي بقى اول نص كيلو مثلا لو الدي 50 بربع يبقى تكتب كده مثلا، مثلا يعني من الصفر لحد لحد مثلا نشوف بقى الجريد بتاعها بيقابلها كام مثلا لحد هنا مثلا، يبقى اكتب ايه بربع. طيب من اول هنا لحد الاخر كانت مثلا يعني 3 من 10 كده يعني. المهم انا اعتبرت ان الدي 50 عندي ثابته تمام، فهقول ان الفول فلوستي انا طلعتها بكام 5 من 10، فهقول tools calculator واقول له 5 من 10. شغل الليد باك سهل، لكن اللي كان صعب فعلا هو جزء الاكسل والكاد وتظبيط الاكسل وكده، هو اللي بياخد وقت عموما يعني. طيب الجيومتريك سبيد ده يا جماعه اللي هو عباره عن جذر دي 84 على جذر دي 16، وانا اصلا مش عندي دي 84 ولا عندي دي 16، فبناخدها تقريبا ايه جذر دي 50 يعني جذر الفول فلوستي او الجذر الخمسة من عشرة اللي هي
25% من 1000 تقريبا يعني. معلش يا جماعة، الفلفل الصيني انا هروح اجيبها بالظبط كانت طالعة كام. كانت طالعة من هنا 51%، تمام، فاروح اكتبها 51%، او بمعنى صح 52%، لان السبعة دي 1 بالتقريب يعني. فاروح ايه عادي، انا ممكن امسح كل دول كده واقول ديليت، تمام، واقول له تولز كالكوليتر كام. بقول له إيه كام كده، اللي هي مثلا 51% او 52% عادي، تمام. واقول له اوكي ماشي. الجيومتريك سبريدنج دي زي ما قلت لكم انها عبارة عن الجذر دي 50، ودي 50 عندي ب25%، يبقى جذرها 5/10. ماشي، واقول له تولز على حسب بقى كل منطقة يعني. يبقى 5/10، واقول له اوكي تمام. بس كده تمام. اللي انا عملته للبروفايل الاولاني ده هروح اعمله للبروفايل التاني والبروفايل التالت، ايا كان عدد البروفايلات اللي عندك، تمام. في حاجة لازم تاخد بالك منها قوي قوي قوي، ان لازم يكون عدد الجريدات يكون واحد. يعني مثلا دي كده الجريدات دول كام؟ 156 جريد، لان طبعا احنا بادئين بالصفر. يعني البروفايل الاولاني كان 156 جريد، البروفايل التاني لازم برضو يكون 156 جريد. ايه ده؟ طب لو مثلا البروفايل التاني كان مثلا 120 جريد، طب اعمل ايه؟ عايز اوصل لل 156. التركية دي هقول لكم عليها في الاخر بس عشان ما اطولش في الفيديو، تمام. لانك انت لو اشتغلت ان دي 156 جريد والبروفايل التاني مثلا 120 جريد وهتيجي ترن الموديل مش هيشتغل، لازم ان يكون عدد الجريدات لكل البروفايلات واحد، تمام. بعد كده وتقول له ايه؟ بعد كده تقول له سيف، تمام. شوف بقى هتسميه ايه، مثلا بروفايل 1 بروفايل 2 ايا كان يعني، وتقول له وشكرا على كده. كده يبقى احنا ايه، جهزنا البروفايل. طيب نجهز بقى ايه، الكوست لاين. ماشي، بنفتح عادي اهو فايل ونقول نيو فايل، بروفايل سيريز، نقول له ايه الانيشال كوست لاين، تمام، ونقول له اوكي. ماشي، هنا بقى هو بيطلب مني بقى ايه الاورينتيشن بتاعه الشور لاين اللي انا قايله لكم عليها، اللي هي كام، اللي هي كانت 291، اللي هي الفا او سيتا زي ما بنسميها يعني. فانا هكتب 291، دي طبعا دي اكيد وش هكتبها 291، لكن اللي ما كنتش متاكده منها اللي هي الاورينتيشن اللي طلبها مني في البروفايل، فما كنتش متاكده بقى، مش عارفه هل هحطها بزيرو ولا هل هحطها ب 291. بس انا سالت كذا حد، في حد قال لي حطيها نفس الاورينتيشن بتاع الشور لاين اللي هي 291، وفي حد تاني قال لي حطيها زيرو هي ملهاش علاقه. بس انا مشيت على الراي اللي هو التاني، اللي هو ان انا حطيتها ب 291 وظبطت والرنايه ظبطت، تمام. بيطلب مني النمبر اوف جريد بوينت، انت عامله كام جريد. طبعا هنفتح الكوست لاين او الشور لاين اللي انا مظبطاه يعني، اللي هو ده اهو، لا ده البروفايل، تمام. هنفتح الايه الكوست لاين، نفتحها هنا العشوائيه اللي انا فيها دي. اهو انا مسميها اوت بوت فروم كوست لاين تو مايك، ده اللي داخل المايك. ماشي، كام جريد بقى؟ كام جريد؟ 738. فانا هروح اقول له هنا كده ان هو كام، 738 عدد الجريدات بتاعه الشور لاين 738. ماشي، انا ماشيه كل كام الجريد بتاعي كل قد ايه، كل 20 متر، واقول له اوكي. بعد كده اقول له اوبشن، اظهر لي لو سمحت البارامتر الثانيه اللي هي النافيجيشن. بعد كده اقول له اوكي. بس دي بقى الايه الباراميتر بتاعه الشور لاين. البيتش بوزيشن ده اللي هو اول قيمه انا جايباها اللي هي دي، اللي هي دي، تمام، ده اسمه البيتش بوزيشن. فهناخده كنترول سي وهروح احطه هنا، وهحطه هنا اقول له كنترول في،
طيب بصوا بقى، زي ما قلت لكم الحركه الرخمه دي اللي هو ما بيرسم ليش البيتش بوزيشن، فانا بعمل ايه؟ بقف هنا كده واكتب الرقم اللي هو الرقم ده من جديد يعني، واكتبه 9 تاني اهو، 9 اهو تمام، وانزل كده اهو رسمه لي اهو. بصوا يا جماعه اهو، لو بصيته كده لو كبرته هو ده ده فعلا الشور لاين بتاعي ده اهو، ده الريفتمنت، وفي كيرف كده اهو، ثواني لو كبرته ماشي، وده الشور لاين بتاعي ماشي. بعد كده ديون بوزيشن، والله المنطقة على حسب كل منطقة، انت هل عندك ديون ولا لا، كثبان رملية ولا لا. ففي ناس بتريح دماغها وبتعمل ايه، في حلين ماشي، في ناس بتاخد ان الديون بوزيشن ده هو هو البيتش بوزيشن تمام، وفي ناس بتاخد ان الديون بوزيشن ده هو هو البيتش بوزيشن بس بتنقص منه مثلا 100 او 200 او 300، وفي ناس بتاخد البيتش الديون بوزيشن ده بتحطه رقم ثابت كده اللي هو مثلا 800. فهنيجي مثلا هنا كده الرقم اللي هو ده، طبعا هو ده هو ده بس احنا عاملينه قبل العرض ماشي. فعشان نعمل الديون بوزيشن احنا ممكن نعمل ايه بقى، نقول اللي هو بتساوي الرقم ده ماشي ناقص، احنا قلنا بقى ايه، في ناس بتعمل ايه، بتقول ان هو عبارة عن البيتش بوزيشن ناقص الايه 100 او 200 او 300 او 50 تمام. ولنفترض مثلا نقول مثلا ايه 200، واقول له انتر بعد كده تمام، يبقى هو ده كده البيتش بوزيشن، اخده زي ما هو كده. ثواني اللي هيفصل فهحطه في الشاحن وارجع. دلوقتي يا جماعه اهو زي ما قلت لكم ده بقى قيم البيتش بوزيشن اهي، هاخدها لا هاخدها ثواني، اقول كده كنترول شيفت سهم تحت واقول كنترول سي، وراح احطها فوق هنا كده بيست سبيشال تمام، واقول له ترانسبوز عشان انا هدخلها للليد باك بالعرض تمام. وزي ما هي كده واقفه عندها اقول كنترول سي، واروح هنا كده واروح احطها هنا كنترول في تمام كده يا جماعه. بعد كده الهايت اوف ديون، ارتفاع الديون بتاعي كام، في ناس بتاخده 3 على حسب بقى تمام. انا هو نفترض احطه 3 متر، تول كالكوليتر اقول مثلا 3، بعد كده اقول اوكي اوكي تمام، عملها لي 3 متر تمام. في حاجه يا جماعه انا قايله له ان عدد الجريدات 738 تمام، بس هو هنا كده عملها لي 737 زي ما قلت لكم، لان هو بادئ بايه، لان هو بادئ بجريد زيرو، جريد زيرو ده اعتبره كانه رقم على ال 737، يبقى كام 738 ماشي. طيب حته بقى البروفايل نمبر دي هي دي اللي فيها يعني ايه، هي دي اللي فيها خطوه شويه لعبه شويه او يعني كده يعني هقول لكم عليها، بس ايه اكمل بس باقي الحاجات الاول. الاوف شور ديبس كونتور انا هحطها ب 12 او بصوا على حسب كل منطقه يعني، اقول له اوكي ماشي. إيه الاكتف ديبس بقى يا جماعه بناخده برضو على حسب كل منطقه، في ناس بتاخدها 5، في ناس بتاخدها 10، في ناس مثلا بتاخدها 12. فنفترض انا مثلا هاخدها مثلا 10 اوكي تمام كده. طيب نيجي بقى للحته اللي هي بتاعت بروفايل نمبر دي، وعايزاكم تركزوا فيها قوي ماشي. انا هشرحها لكم ولنفترض مثلا مثلا انا هشرحها لكم بطريقتين عشان بس ايه تفهموها يعني. ولنفترض ادي مثلا عندي ده شور لاين اهو ماشي، وادي البروفايلات اهي اللي هي دي كده
ماشي. طيب البروفايل نمبر لو مثلا يا جماعة عندي مثلا شور لاين اهو، وده الجروينات بتاعته اهي مثلا، تمام، واللي فوق ده ده الايه، دي البروفايلات. انا كده عندي كام بروفايل هنا؟ ثواني بس كده، ده كده همسحه، ده همسحه كده. في كام بروفايل؟ 1 2 3 4. مش عموما يا جماعه مش دي المنطقه اللي انا شغاله عليها، تمام. انا بس يعني ايه بقول لكم مثلا، بسهل لكم رسمه وبعد كده هقول لكم على المنطقه اللي انا شغاله بيها، تمام. ادي كام بروفايل؟ ادي 1 2 3 4. يقصد بها ايه بقى؟ البروفايل ده بيأثر على الشور لاين على مسافه قد ايه؟ يعني تأثير البروفايل ده على الشور لاين بتبقى مسافه قد ايه؟ طب وكذلك البروفايل التاني ده، وكذلك البروفايل ده بيأثر على مسافه من كام لكام؟ يعني مثلا هل البروفايل الاحمر ده هيأثر على كل الشور لاين؟ لا، اكيد له منطقه تأثير. وكذلك الازرق منطقه تأثيره مثلا يعني في المنطقه دي. طيب البنفسجي ده البروفايل ده برضو منطقة تأثيره أكيد مش هتأثر هناك، هو تأثيره في الحتة دي، تمام كده؟ طيب أول بروفايل بيكون تأثيره بياخد المسافة كلها اللي هي من أول هنا، بص يا جماعة اهو لاين اهو، بياخد من أول هنا اللي هو من أول البيز لاين، تمام، لحد ماشي لحد فين يا جماعة؟ لحد نص المسافة اللي ما بين البروفايل ده والبروفايل ده. يعني مثلا ولنفترض، ثواني بس كده، مثلا خلينا بس كده ماشي، هنعمل لاين اهو، المسافة اللي في النص اللي ما بين ده وما بين ده، يبقى المسافة اللي ما بين البروفايل التاني والبروفايل الاولاني نصها كام؟ نصها اهو، اللي هو المسافة دي مثلا اهي، مثلا يعني دي مثلا نص المسافة. لا احنا كده بنهبل، دي مش نصها، ناخد مثلا نصها هنا اهو، اهو كده مثلا، ده النص اهو ماشي، ده النص، تمام. يبقى التأثير بتاعي، يبقى البروفايل الأحمر ده الأولاني ده بيأثر منين لفين؟ بيأثر من أول الشور لاين أو البيز لاين من هنا كده، من أوله لحد المسافة اللي هي دي، تمام. المسافه دي اللي هي دي بتعبر عن ايه؟ المسافه اللي انا واخداها دي اللي هي منتصف المسافه اللي ما بين الشور لاين البروفايل ده والبروفايل ده، تمام. طيب انا عايز اعرف بقى المسافه دي قد ايه. عادي بقول ايه؟ بقول distance، تمام، واشوف اهو، واشوف من هنا لهنا كام، من هنا لحد هنا هو المفروض بقى اخدها عند الجريد بالظبط، يعني ماشي كام دي كده؟ 3850، ماشي. طيب 3850، او انا واخده البروفايلات بتاع الجريد بتاعي كل كام، كل كام متر؟ كل 10 متر. 3850 يبقى ايه؟ يبقى اقسمها على 10، يبقى 3 8 يبقى 385، تمام كده. يبقى هروح عند الجرادات بتاعتي من اول الزيرو لحد كام؟ 385 مثلا يعني، ماشي. طيب واقول ايه؟ واقول ان من هنا لحد هنا ده كده اسمه بروفايل 1، اديله رقم 1. طيب تعالوا هنا عند البروفايل التاني، يعني مثلا احنا قلنا ايه المسافه من هنا لحد هنا، هنشوفها كام جريد مثلا؟ 3850 لما نقسمها على 10 يعني 385. يبقى انا اروح هنا كده عند هنا كده اهو البروفايل نمبر، اقوم واخده من عند يعني ايه الجريد بتاعي، احنا قلنا كام؟ 358. من هنا لحد من هنا اهو، تمام، لحد كام؟ 358 مثلا يعني اهو، 358. اقول له ايه اهو، اقول له من هنا لهنا كده، اقول له كام؟ اقول له 1، يعني من هنا لهنا 1، من هنا القيم من هنا لحد هنا بكام؟ ب1، تمام يا جماعة. طيب يعني من هنا لحد الاخر بقى دي برضه اكتبها 1، ودي 1، ودي 1، ودي 1، لحد كام؟ لحد 358. لحد هنا
ماشي. طب طبعا مش هقعد اكتب بقى واحد 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 واحد، لا احنا بنعمل حركة حلوة قوي كده. بص بنعمل ايه، بص الحركة دي بنقف كده ماشي، بندوس شيفت وافضل مشي 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 بالسهم كده، شيفت سهم يمين تمام، لحد ما اوصل لكام، 358. معلش انا ماشيه لكم خطوه خطوه علشان اصلا مفيش فيديوهات للبرنامج ده اصلا، فمعلش لو بطول عليكم يعني. 358 تمام، ارجع هنا كده ماشي، واقول ايه، ما ادوسش بالماوس، اكتب بس هنا ايه، اكتب واحد ماشي، وبعدين امشي بالسهم كده، امشي سهم شمال وارجع كده ايوه، واقول ايه، تولز انتربوليشن تمام، وبعدين اقول له اوكي. بص اتملت اهي واحد، كلها بقت واحد، بدل بقى ما اقعد ايه اكتب واحد 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 تمام كده يا جماعة ماشي. طيب يبقى عند 358 اهي كانت بكام، بواحد. ده تأثير البروفايل الأولاني بيأثر لحد جريد كام، 358، اللي هي بتكافئ كام بالمتر على رسمة الكاد، هنضربها في 10 اللي هي 3580 أو أيا كان بقى ماشي. طيب نيجي بقى إيه الباقي، الجريدات الباقي الجريدات ماشي، نمسك مثلا الرسمة دي مثلا أهو. طيب آدي البروفايل التاني أهو ماشي، بيأثر بقى منين لفين، بيأثر بيأثر ايه، نص المسافة اللي هي دي، نص المسافة اللي ما بين البروفايل الأولاني وده، يبقى اللي هي المسافة دي، اللي هي دي يا جماعة من هنا لحد هنا يعني اهو، يعني من هنا يعني بص في المنطقة الشمال بيأثر في نص المسافة دي اللي هي دي تمام، وفي المنطقة اليمين دي بيأثر منين لفين، برضو في منتصف المسافة دي اللي هي فين، ولنفترض هنا اللي هي اهو، بصوا كده يا جماعة اهو دي لاين ماشي اهو، ونقول له اسكيب، يبقى نقطة التأثير هنيجي نقول له ديستانس، نيجي من هنا كده لحد فين، لحد هو المفروض إيه، لا انا المفروض انا كنت نزلت خط مثلا عشان يبقى بالظبط يعني لحد هنا، المسافة هنا كده كام، 5660 تمام. يعني هنقسمها على 10 يبقى ده كده كام، 566، يبقى لحد الجريد 566 هكتب عنده ايه، ده بروفايل نمبر 2، تأثير البروفايل نمبر 2، يبقى هاجي هنا كده اهو، هاجي هنا احنا قلنا كام لحد كام، معلش بس كده كام، 566، يبقى نيجي عند الجريد 566 ونقول ده اخرنا البروفايل نمبر 2 تأثيره يعني تمام كده يا جماعة. يبقى تاني يا جماعة البروفايل التاني ده بيأثر لحد فين، تأثيره واصل لحد هنا، هنا ده بقى يعني المسافة دي قد ايه، استها ديستانس لقيتها 5660 مثلا ماشي، فانا بقسمها على 10 يبقى كام، لان انا ماشيه الجريد بتاعتي كله 10 يبقى 566، يبقى اقف عند الجريد 566 واقول ان ده كده نهايه ايه، البروفايل التاني. هاجي هنا كده، هاجي هنا هفضل ماشيه ماشيه لحد فين، 566 566 اهو يا جماعة 566، واقول له ايه، واقول له ايه ان ده كده نهاية تأثير البروفايل التاني ماشي، واجي امشي من هنا كده هروح فين، واكتب له هنا كده ان ده ايه،
البروفايل التاني من هنا لحد فين؟ لحد 566. طب انا عايزه املى الحته دي زي ما قلت لكم بتعملوها ازاي. اهو بصوا يا جماعه بتعملوا ايه، بتدوس شيفت وافضل ماشيه 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 لحد اللي هي 566 دي. ماشي ارجع بقى ايه، تمام، واقول له ايه بقى tools، لا اسويه tools interpolation واقول له اوكي تمام ملهالي تمام يا جماعه. طيب طيب إيه لو انا بقى ايه عندي ثلاث بروفايلات بس، فبالتاكيد يعني بالبداهه كده يعني بالذكاء يعني اكيد بقى البروفايل الثالث هيبقى من حد الاخر اللي هو هنا كده، يعني اكتب كده واقول له ثلاثه ولحد ايه املهالي لحد الاخر، يعني تكات ايه نهايه تاثير البروفايل التالت. تمام نروح له هنا كده. ده الكلام ده لو انا عندي ثلاث بروفايلات. طب لو انا عندي اربع بروفايلات يبقى برضه هكتب ثلاثة وهشوف مكان الثالث منين لفين وهكذا بقى. ماشي ادي كده ثلاثة اهو، واقول له شيفت وامشي لحد هناك. ماشي وهقول له همشي كده بس واقول له tools interpolation واقول له اوكي وملهالي. بس يا جماعه ده لو انا عندي ثلاث بروفايلات اهو. لو انا عندي مثلا ايه ثلاث بروفايل وكان مثلا ولنفترض يعني كان البروفايل ده مش موجود يعني، ماشي يا جماعه، ولنفترض مثلا ان البروفايل ده مش موجود اللي هو ده، ماشي ده كانه مش موجود وانا عندي الثلاث بروفايلات دول. فقلت لكم البروفايل الاولاني بيأثر منين لفين، بيأثر من اول هنا لحد نص المسافه اللي ما بين البروفايل بتاعه والبروفايل اللي بعده، تمام، وقلت لكم عملتها ازاي. طب البروفايل التاني ده بيأثر فين، بيأثر ازاي، بيأثر على الجنب الشمال منتصف المسافه والجنب اليمين برضو منتصف المسافه. طيب الاخير ده بقى بيأثر فين، بيأثر ازاي، بيأثر من اللي هي منتصف المسافه دي وباقي المسافه الاخيره بقى كلها بقى، يعني باقي الجريد كله يعني من مثلا من هنا من اول هنا لحد بقى كده ده تاثيره. تمام يعني البروفايل الاخضر ده يا جماعه بيأثر في الجنب الشمال في منتصف المسافه طبيعي. تمام طيب طب هنا بقى لان مفيش بروفايلات تانيه فهيأثر ايه على باقي المنطقه. تمام كده ماشي. الكلام ده اصلا ده عايد على داتا اصلا قديمه مش بتاعتي اصلا. تمام فانا دلوقتي هفتح لكم بقى ايه الداتا بتاعتي انا، تمام، وبقول لكم بقى ازاي. وعلى فكره يا جماعه لو تلاحظوا حاجه في مش عارفه انتوا خدتوا بالكم منها ولا لا، هتبصوا هنا هتلاقوا البيز لاين ماله افقي، يعني هنا اللي كان اشتغل قبل كده الناس اللي كانت شغاله ان البيز لاين افقي، هما بيسهلوا على نفسهم الحل وكده. في ناس بتحب تشتغل بالبيز لاين افقي، بس المفروض ان الشغل عشان يكون صح انك ترسم البيز لاين زي ما شرحت لكم في اول الفيديو خالص، انك ترسم البيز لاين ماله موازي يا جماعه. يعني لو مثلا عندي شور لاين زي ده كده انا ممكن ايه برسم البيز لاين كده يا جماعه كده اهو، بصوا كده يا جماعه كده، ولنفترض يعني مثلا بنحاول يعني ان نقرب الشكل كده، ده البيز لاين بتاعي، نقول له سكيب. يبقى ده ايه يا جماعه الخط ده هو ده البيز لاين بتاعي، وابدا بقى ايه اعيد نفس الخطوات اللي انا بداتها لكم في بدايه الفيديو. ماشي يا جماعه اللي هو بتعملوا ايه، بنقول بنجيب هنا كده نهايه ال اهو ده الشور لاين اهو يا جماعه اهو ماشي. بنعمل ايه، بنرسم خط هنا اهو من هنا كده. تمام يا جماعه بنرسم خط هنا كده، بنقول له ايه، بنقول له هو نرسم عمودي
طبعا الخطوات دي انا قلتها لكم في اول الفيديو، ماشي اهو هنا كده ماشي. وبعدين بقى ايه، اقوم دايسه تاني واقول له خط من نقطه التقاطع من هنا كده، وارسمه ماله موازي للنورث، واقول له اسكيب. طيب الزاويه بقى الاورينتيشن بتاعتي اللي هنسميها سيتا او الفا، اللي هي ايه، اللي هي الزاويه اللي ما بين العمود على البيز لاين اللي هي دي، والنورث اللي هي دي، يبقى دي الزاويه. تمام، هي دي الزاويه. ولنفترض مثلا طلعت مثلا يعني 40 درجه، بنعمل ايه؟ بناخد الزاويه دي اللي هي ال 40 درجه دي، بنروح ندخلها ايه تاني يا جماعه، بنروح ندخلها على اللي هو الجريد او البيز لاين اللي انا كنت مسميه لكم اهو، حتى هفتحه لكم تاني. هفتحه لكم من هنا مفيش مشكله، ثواني بفتحه من هنا اهو، اهو يا جماعه اللي هو ده. اهو يا جماعه ده، ده تمام، هي هو ده، ده شيت الجريد. تمام، بنعمل ايه؟ بنحط الزاويه اللي هي الالفا. والله جرب بس كده، انت لو متلخبط ومش عارف بتحط انهي زاويه، اللي هي مثلا 40 ولا 360 ناقص 40، جرب اول مره بال 40، ان ما ظبطتش معاك يبقى حط ليه 360 ناقص 40 بس. هو انت عشان بس تفهمها، هو بي هو هو مظبط الشيت ده على ايه، ان البيز لاين الانجل بتكون من ايه، من ال يعني من ال من الجنوب للايه للشمال، من الساوث تو نورث. تمام، او بمعنى صح بياخد يعني ايه الاتجاه الموجب لمحور السينات بتشوفه هو ايه. فجرب مثلا 40 ما ظبطش الشكل معاك، يبقى جرب ايه 360 ناقص 40، ما تقلقش من الحته دي يعني. تمام يا باشمهندسين، وبعد كده بنعمل ايه، بنحط الاكس بيز والواي بيز وبتطلع عادي شيت الاكسل. تمام، نرجع بقى لايه، لموضوعنا. دلوقتي يا جماعه بقى نرجع لموضوعنا، ان احنا كنا عايزين اصلا بشرح لكم ايه حته اللي هي البروفايل نمبر دي. تمام، فانا كنت شرحتها لكم على ايه، حاجه مبسطه يعني، بنموذج مبسط يعني، او برسمه مبسطه غير الرسمه اللي انا كنت شغاله عليها. طيب دلوقتي بقى انا هفتح لكم بقى رسمتي انا لما يكون البيز لاين اصلا موازي اللي انت هتشتغل عليه بقى، او اللي انت هتمشي عليه. يبقى انا اللي انا كنت شرحه لك ده لايه، حاجه مبسطه كده عشان بس تفهم يعني ايه تاثير البروفايلات على الايه، على الشور لاين. طيب ادي دلوقتي رسمتي اهي، هنا ده الشور لاين بتاعي اهو يا جماعه، ماشي. البروفايلات بتاعتي للاسف يعني انا لما جبتها، انا مش جبتها جاهزه كده زي اللي انا شرحها لكم، لا ده انا جبتها بالعافيه وبصعوبه يعني، وكانت ايه المهم يعني انا عايزه ايه اوقع ادي الشور لاين اهو، وادي البيز لاين اهو، انا عايزه اوقعه ايه على البروفايلات. فبعمل ايه، ماشي، بقول له كده، بقول له كوبي. تمام، واروح هنا كده واقول له edit paste to original coordinate. تمام، دلوقتي انا اهو، دي دلوقتي يا جماعه دي كده البروفايلات يا جماعه. انا كده انا كان معايا كام بروفايل، انا عامله حوالي 31 بروفايل، بس انا ما اشتغلتش بال 31 بروفايل ده، انا كنت بعمل داتا اناليسز وحاجات من دي، شغل تاني يعني، فاشتغلت على ال 31 بروفايل لحاجه تانيه يعني مالهاش علاقه بالليد باك. بس اللي انا هشتغل بيه في الليد باك، انا اشتغلت على 3 بروفايلات وخلاص. ايه هم؟ هوريهم لكم دلوقتي. تمام، دلوقتي انا هشتغل بقى على انهي بروفايل. انا هبتدي مثلا بالبروفايل اللي هو ده اهو، ماشي يا جماعه، ده البروفايل اللي انا مثلا اشتغلت عليه اللي هو الاخير ده، او الاولاني بالنسبه لي يعني، ماشي. واشتغلت اللي هو انا مسميه كام بقى، عشان بقى تكونوا مصحصحين معايا، اللي هو بروفايل 31، ماشي. واشتغلت على البروفايل اللي هو 20، ماشي. واشتغلت على البروفايل اللي هو رقم 9، ماشي.
تمام، هم دول الثلاث بروفايلات. يبقى البروفايل 31 والبروفايل 20 والبروفايل 9، دول الثلاث بروفايلات دول اللي انا دخلتهم للليد باك. تمام، مالكوش دعوه بالعدد البروفايلات الكتير دي كلها، انا كنت اصلا بشتغل يعني بعمل داتا اناليسز وحاجات كده، يعني ايه مالهاش علاقه اصلا بشغل الليد باك. ماشي، فدلوقتي انا بقى ايه، بس انا اخدت ايه الثلاث بروفايلات دول، هم دول اللي ايه اللي اشتغلت عليهم يعني ودخلتهم للليد باك. ماشي يا ستي، تمام. عايزه دلوقتي اشرح لكم اللي هو الايه البروفايل نمبر بيتجاب ازاي لو انا ايه البيز لاين بتاعي موازي للشور لاين. قلت لكم ادي ده يعتبر ده اول بروفايل، ماشي، وده تاني بروفايل وده تالت بروفايل. زي ما شرحت لكم في الرسمه الثانيه، البروفايل ده هيأثر فين؟ هيأثر على المنطقه دي كلها لان مفيش بروفايلات جنبه، تمام، وهيأثر على نص المسافه من هنا لهنا، نص المسافه يا جماعه من هنا لهنا، تمام، ولنفترض في الحته دي هنا كده، تمام كده يا جماعه. ده مين؟ ده تأثير البروفايل اللي هو الاولاني. ماشي، طيب البروفايل التاني اللي هو ده بيأثر من لفين؟ ها، ده عشان جنبه بروفايل وجنبه بروفايل، يعني على اليمين بروفايل وعلى الشمال بروفايل، فهو هيأثر في منتصف المسافة. تأثيره هيأثر هنا في نص المسافة هنا في الحتة دي، ماشي، وهيأثر في نص المسافة هنا. تمام يا جماعة؟ طيب تمام، تعالوا ناخد البروفايل الأخير. ده هيأثر فين؟ هيأثر ها على شماله في بروفايل، يبقى هيأثر في منتصف المسافة اللي هو هنا، ونفترض في الحتة دي كده، تمام. طيب في بروفايلات تانية لا، يبقى هيأثر على باقي المسافة اللي في الآخر. تمام كده يا جماعة، الموضوع سهل وبسيط خالص اهو. يبقى طيب نحسبها ازاي بقى؟ يعني بيأثر منين لفين؟ يعني هنقول دلوقتي ديستانس. انا اسفه يا جماعه والله ان انا كل خطوه بقى بقولها لكم، بس عشان فعلا يعني مفيش فيديوهات شرح للخطوات دي، يعني خطوه خطوه. هنقول مثلا هنا بيأثر من هنا، طبعا احنا قلنا ان هو بيأثر المسافات دي كلها، وايه ونص المسافه من هنا لهنا، ولنفترض مثلا هنا كده مثلا الديستانس دي كام؟ 8283، قول مثلا 8280 مثلا يعني. ماشي، طيب هنقسمها على كام؟ هنقسمها على 20، عشان انا الشور لاين بتاعي ده انا مقسماه الجريدات بتاعتي كل 20، فانت على حسب انت مقسم الشور لاين بتاعك الجريد بتاعك كل قد ايه، كل 20 ولا كل 10. ماشي، ولنفترض ان ده كده كام؟ 8280. ماشي، نقسمها على 20 وهشوف هقول لكم فيها كام. قسمت يا جماعه 8280 على ال 20 ادتني 414، يعني 414 جريد هحط فيهم ايه؟ اكتب فيهم رقم واحد، ان ده تأثير البروفايل رقم واحد. تمام يا جماعة، يبقى هروح هنا كده، هروح فين؟ طبعا الحاجات دي بقى انا همسحها، اللي هي دي البروفايل نمبر ده انا كله ده كده انا همسحه، لان انا ده كنت شرحهولك على ايه، على رسمة اوتوكاد، رسمة تانية خالص غير اللي انا شغالة عليها. اقول له ايه ديليت، انا هبدأ بقى ايه، انا هقول له من عند الزيرو لحد كام؟ لحد 414. هقول له رقم واحد، هقول له هنا كده واحد، تمام. بعد كده امشي اقول شيفت لحد كام؟ لحد 414 يا جماعة. تمام، ماشي، اقول له ايه واحد، همشي بالسهم كده، ماشي، طبعا نفس الخطوات، واقول له interpolation واقول له اوكي. تمام كده يا جماعه، بقت ايه واحد. طيب البروفايل التاني بقى منين لفين؟ البروفايل التاني من عند، هيبدأ من عند لحد فين بقى تأثيره لحد فين؟ برضو هجيبها من الكاد. ادي البروفايل التاني هو يا جماعة تأثيره هيأثر منين لفين؟ احنا قلنا ها، هنقوله ديستانس، من هنا لحد ها
مش هنقول مثلا نص المسافة اللي هي دي، ونفترض مثلا دي ماشي، اللي هي الديستانس اللي هي كام؟ ايه ده، هو ما عملش ايه؟ ديستانس من هنا لحد اهو كام؟ 12,017. خليها 12,020 تمام. هنقسمها على 20 وهقول لكم كام. حسبتها انا يا جماعه، يا جماعه فيها 601، يعني لحد جريد 601 ده كده نهايه تاثير البروفايل التاني. ماشي، هروح هنا هقول له هنا دي كده 2 تمام، وهروح امشي بقى لحد فين، لحد كام، لحد 601. همشي هنا لحد 601 لحد 601 اقول ان دي هنا كده كام، 2. ده نهاية تأثير البروفايل التاني. اقفله هنا كده، هقول له شيفت وامشي يمين لحد كام، 601. تمام كده، وبعدين معلش يا جماعة أنا آسفة، أمشي بالسهم كده أهو يا جماعة. هقول له كده هنا tools interpolation وأقول له أوكي، فخلاص بقت إيه، اتمنت هي اتنينات تمام. طبعا بقى بالبداية كده يعني، او خلاص بقى اللي بعد كده هيبقى 3 تمام اهو. يعني البروفايل التالت بقى هيأثر مين بقى؟ لحد الاخر بقى، من هنا لحد الاخر اللي هي بتمثل كام على الجريد. هنكتب بقى هنا 3، ادي 3، واروح اقول له شفت الحياة دي الاخر، واكتب 3 وامشي بالسهم كده واقول له tools interpolation واقول له اوكي تمام. بس كده كده يبقى انا ايه، ده الايه الكوست لاين او الشور لاين تمام. يبقى انا كده عملت البروفايل، جهزت البروفايل في الليد باك، وجهزت الشور لاين في الباك في الليد باك، وراح اقول له ايه بقى، سيف، واسميه اي اسم بقى، اسميه مثلا كوست لاين 2011 تمام كده، واقول له اوكي تمام يا جماعه تمام. انا مش هسيف عشان انا اصلا ايه مسيفه يعني قبل كده. بعد كده يا جماعة بقى بنعمل ايه، احنا دخلنا دلوقتي كده على الليد باك، دخلنا ايه، دخلنا الكوست لاين ودخلنا البروفايلات تمام. وانت عندك في حاجة يا جماعة، انا دلوقتي لما دخلت الكوست لاين وقلت له ان البروفايل نمبر عملت له كام، 1 و2 و3، فهو كده تلقائي هيفهم ان في كام بروفايل، 3 بروفايلات تمام. ماشي، هنقول له بقى نيو فايل. ها دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى، هندخل داتا الويف. داتا الويف بتتجاب منين؟ بتتجاب من هنا تقريبا، ويف كلايمت تمام، ونقول له اوكي. النمبر اوف تايم ستيب او عدد الجردات بتاعتك كام، انت بتفتح شيت الاكسل اللي هو ده وتشوفه كام، فين اهو داتا الويف ماشي. شوف الداتا اللي هو مديها لك كام جريد ماشي. يعني هنيجي ننزل هنا كده، ثواني بس كده يا جماعه، ماشي هننزل كده، هننزل لحد الاخر. شوف بقى هو مديهولك كام جريد، يعني مثلا انا كانت عندي 165 جريد تمام. هينزل هنا اهو لحد الاخر،
طب خلاص بص انا ممكن اعملها كده، واقول له مثلا من هنا لحد تحت كام دي كده 1575. ايه ده كبير قوي ده. المهم يعني شوف كام جريد عندك، 1575 اطرح منهم اللي هي دي، 1 2 3 1575 يبقى 1572. تمام، هو بقى على حسب شيت الاكسل اللي هو مديهولك، هو هيكون مديهولك كام جريد. يعني انا عندي كان 165، ما كانش كل ده. تمام، فانت شوف الرقم كام وتروح تكتبه هنا، تكتبه هنا. تمام، ولنفترض 165 ماشي زي الشيت بتاعي يعني، واقول له اوكي. فهو خلق لي كام بقى جريد، خلق لي كام 164. لا ما هو عشان في زيرو فوق يبقى كده كام 165. فبيطلب مني ايه؟ بيطلب مني الديوريشن، بروح اجيبها هنا من شيت الاكسل اللي هو اصلا انت اصلا بيكون معاك الداتا بتاعت الويفز. تمام، اللي هي دي اهي ماشي، يطلب مني ايه الديوريشن، باخدها كوبي زي ما هي كده كوبي، واروح احطها هنا الديوريشن، باخدها كوبي واحطها هنا يا جماعة عادي جدا. تمام، طيب الويف هايت برضو نفس النظام اهو، الويف هايت باخدها هنا كوبي واروح احطها هنا، وكذلك بقى والويف دايركشن باخدها كوبي. تمام، وهكذا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد لما بتخلص الاخر خالص يعني، كوبي بيست وخلاص على كده يعني، اسهل حاجه اصلا هو شيت الويفز، وتقول له سيف، تسيفه، هتقول له مثلا هنا اهو سيف، اهو هتسميه مثلا، اشوف بقى هتسميه باسم ايه مثلا 2011. تمام، وتقول له اوكي ماشي. طيب بعد كده بنعمل فايل نيو. هو انا يا جماعه عايزه ارن الموديل كام سنه؟ وقلنا انا في حالتي انا رنيت الموديل 5 سنين، فانا داتا الويف اللي انا مدخلها دلوقتي حالا دي بتاعت ايه؟ دي داتا الويف بتاعت السنه اللي هي بتاعت 2011، فانا عايزه اكرر داتا الويف 5 سنين علشان خاطر ايه اوصل لايه ل 2016. تمام، فهعمل ايه؟ يبقى انا مش هشتغل بداتا الويف اللي انا لسه مسيفاها حالا دي، لا دي داتا الويف بتاعت 2011، وانا اصلا عايزه ارن الموديل ل 2016، فما ينفعش ادخل داتا الويف اللي انا لسه مدخلها حالا. فانا هعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ بنكرر الداتا الويف دي 5 سنين. طيب بنكررها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل ايه؟ بنقول فايل نيو ليت باك، ليت باك، وتقول له ليت باك ليت لاين، تقول له اوكي، بعد كده نيكست نيكست فينيش. تمام، بعد كده بتقول له يوتيليتيز ليت كونف. تمام يا جماعه، الليت كونف ده عشان ايه؟ تكرر الداتا الويف بتاعتك على حسب عدد السنين اللي انت عايز تكررها، فتقول له كرييت نيو سيت اب، بعد كده نيكست. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تايم سيريز. تمام، سيريز يعني لكام سنه يعني ماشي، تقول له نيكست. لا 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 معلش، ها عايز تكرر تعملها سيريز لانهي داتا ويف اللي انا لسه عاملاها حالا ماشي. طيب انا مثلا هديكو داتا من عندنا اللي هي مثلا دي. تمام، واقول له اوكي ماشي. يعني ايه اللي انا عملته ده؟ بصوا يا جماعه ايه اللي انا عملته ده، بص هقول كريت نيو، بعد كده اقول له نيكست، ها واقول له ايه سيريز، واقول له ايه دخل لي السنه اللي انا لسه عاملاها حالا، اللي انا لسه مدخلها ومسيفاها دلوقتي حالا ماشي. فانا هدخل لكم سنه من بتاعت انا اللي هي بتاعت 2011 اللي هي دي مثلا دي. تمام، اللي انا كاني لسه مسيفاها حالا اهو دلوقتي، واقول له اوكي، وبعد كده اقول له نيكست. بيقول لي بقى انت عايز بقى كام سنه؟ اللي انا لسه مدخلها دي بتاعت 2011، فانا عايزه اعمل لها ان من السنين، عدد من السنين، فانا عايز اعملها يا جماعه ان من السنين، عدد من السنين، الريبيتيشن فاكتور اللي هو كام سنه، انا قلت لكم 5 سنين
تمام، يبقى الاوتبوت اللي هيطلع معايا ده بتاع الايه الخمس سنين اللي هو 2016 تمام كده ماشي، واقول له نيكست تمام. الاوتبوت بتاعي بقى هتسميه ايه؟ ماشي انا هنا جوه شيت الويب تمام، انا هسميه خمس سنين اهو 5 years تمام 5 years اللي هي بين قوسين مثلا 2011 اللي هي 2016 تمام، وبعد كده بقفل واقول له سيف. هي دي بقى اللي انا هرن بيها الموديل تمام، بعد كده اقول له نيكست واقول له اكسكيوت واقول له عايز، بيقول لي عايز تسيف السيت اب ده، اقول له مفيش مشكله عادي سيفها لي. هسميها ايه برضو؟ هسميها دي اللي هي الايه 5 years ماشي. وعلى فكره التصدير بتاعها بيبقى دوت ليت كوم تمام كده، دي ال 5 years ماشي ماشي اللي هي ماشي. وبعد كده اقول له سيف في ثانيه اوكي تمام، بعد كده فينش كده. يبقى انا كده ايه ظبطت داتا الموجه بتاعتي تمام ماشي. خلاص بقى نبدا نعمل ايه بقى كده يبقى انا عملت ايه؟ عملت الكوست لاين وعملت البروفايل وعملت الويفز، يبقى ناقص ايه؟ ناقص التيبل او السيدمنت تيبل تمام. بنقول يوتيليتيز بعد كده لاين تيبل كرييت ا نيو سيت اب تقول له نيكست. هنا طالب مني ايه؟ عدد الكروس البروفايلات ماشي، هتقول له ايه انت اصلا ايه انا شغاله على 3 بروفايلات ماشي. شوف انت شغال يعني دخلت له كام بروفايل، يعني انت لما بتيجي تدخل البروفايل انت دخلت له كام بروفايل. انا يعني انا دخلت 3 بروفايلات، انت دخلت 4 ايا كان ماشي، بس انا دخلت 3 بروفايلات. والدليل على كده لما كنت بعمل الكوست لاين يا جماعه، لما كان بيسالني البروفايل نمبر وتاثير البروفايل نمبر فانا مدخل له 3، فهو هيفهم تلقائي ان في 3 يلا تمام. هيجي هنا اهو اروح ادخل له ايه بقى التلات بروفايلات بتوعي ماشي. انا اهو دول التلات بروفايلات بتوعي يا جماعه، واقول له اوكي، وادي التاني واقول له اوكي، وادي التالت واقول له اوكي. دول التلات بروفايلات اللي انا مظبطاهم على الليدباك ماشي. شوف انت بقى عدد بروفايلاتك كام، قول له اوكي. بعد كده حتى بص حتى هو بيقول لي ايه، حتى جاب لي ان الزاويه الانجل 297 هو خدها اراها تلقائي يعني، واقول له نيكست. وبعد كده نيكست. الحاجات دي بقى يعني ساعات بتلعب فيها وساعات ما بتلعبش فيها، فعلى حسب انت طلع بس اول رنايه وشوف بس هتظبط ولا مش هتظبط، ولو الرنايه ما ظبطتش قوي فانت بتغير في الحاجات دي ماشي، بس ما بتغيرش في الويب انجل ريفرنس دي، بتسيبها زي هي لان هو اصلا اراها كده. نيكست بعد كده نيكست بعد كده نيكست بعد كده نيكست بعد كده نيكست كمان نيكست. الاوتبوت بقى الاوتبوت اللي هيطلع ده يا جماعه شيت السيدمنت يا جماعه هنسميه ايه؟ احنا مسجلين اهو، هسميه مثلا تيبل مثلا، هسيبه هنا جوه شيت السيدمنت، هسميه هنا مثلا تيبل ماشي. تيبل ايه؟ تيبل 1 بس انا عشان في اصلا مسجله تيبل 1 برضو فايه لازم نسميه حاجه ثانيه ماشي. تيبل 1 دكتور علي، عشان دكتور علي مصري اصلا هو اللي قال لي يسجل الفيديو ده. بالمناسبه يعني انا حابه ان اشكره جدا والله بجد، الفيديوهات بتاعته بتفيدني جدا 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 يعني، يا ربنا يكرمه يا رب. فادي اهو دكتور علي تمام. يبقى شيت السيدمنت هيبقى اسمه تيبل 1 دكتور علي، واقول له
نيكست وبعد كده اكسكيوت. عايز تسيف الثيتا اقول له ماشي. داش ديسيمنت تسميه مثلا اي حاجه بقى اهو دكتور علي. ماشي. والتصدير بتاعه بيبقى دوت لاين تيبل تمام كده ونقول له سيف. بس دكتور علي دي الخمس سنين يعني. ماشي. خمسة years تمام. اهو هياخد منك هو دقيقة او دقيقتين بالظبط وفي ثانية يعني. بكرر تاني انا اسفة ان انا مطولة في الفيديو، بس زي ما قلت لكم والله هو دكتور علي طلب مني ان انا كل خطوة اقولها عشان خاطر للأسف البرنامج ده ملهوش فيديوهات اصلا على اليوتيوب يعني. تمام. قال لي اوكي بقول له فينش. تمام كده يا جماعه كده. حتى اروح افتح هنا ايه انا مسجله فين مسيبها فين اهو الداتا الويف اللي انا لسه مسيبها. اهو يا جماعه داتا الويف اللي انا لسه اللي انا هشتغل بيها اللي هي بتاعه الخمس سنين اهي تمام. حتى بنسميها 5 years بتاعه 2016 تمام. و شيت السيدمنت اهو اهو ده الشيت اللي انا هشتغل عليه اللي هو اسمه علي تيبل تمام. بس ندخل بقى ايه بقى نرن الموديل يا جماعه. الحمد لله يعني هيبقى بقى لي دلوقتي ساعتين عشان بس ايه نرن المودم. اهو عشان بقى ارن المودم عادي بقول فايل نيو فايل. اهو يا جماعه نقول له جيت باك اوكي نيكست فينش تمام. ها راح اقول له انجن ها ليت لاين كرييت ا نيو سيت اب اقول له ماشي. يا جماعه انا علشان خاطر الموديل بتاعي انا رنيته قبل كده، فلو كنت قلت اوبن سيف دي سيت اب كان هيفتح لي الايه السيت اب بتاعي اللي انا كنت مسيفاه ماشي اللي هو هنا اللي هو ده اي سيت اب من دول تمام. بس انا طبعا عشان ببدا لكم من جديد فهقول لكم ايه كرييت ا نيو سيت اب. يعني انا برن الموديل اهو من الاول خالص اهو واقول له نيكست ماشي. يقول لي اختاري الكوست لاين الشور لاين اللي انت لسه مدخلاه للليد باك ومظبطاه للليد باك اللي هو ده ماشي. انت لسه مظبط الشور لاين بتاعك ومسيفه بايا كان بقى باسمه ايه، فانا هاخده مثلا تمام واقول له اوكي. حتى هو جابهولي بزاويه ايه 297 تمام. نيكست جماعه انا جماعه عشان بس تكونوا مركزين معايا، انا اخدت الكوست لاين بتاعي انا اللي مظبطاه بتاعي انا تمام. انت بقى هتاخد ايه؟ هتاخد الكوست لاين اللي انت مظبطه على الليد باك بتاعك انت، الكوست لاين بتاعك انت ماشي. قول له نيكست. بص في ثانيه جاب لي ايه تلات بروفايلات. ليه تلات بروفايلات؟ لان انا اصلا الكوست لاين اللي انا عاملاه على الليد باك كنت قايله له وانا بظبط الكوست لاين مش قايله له ان في تلاتة بروفايل نمبر. حتى لو مش مصدقيني اهو بصوا
إيه؟ لأ ثواني ثواني يا جماعة، إيه عشان بس تفتكروا معايا وتتذكروا معايا يا جماعة. أنا اهو حتى بصوا الشور لاين بتاعي لما اجي ظهرته اهو، البروفايل نمبر كام انا قايلاله، من واحد لحد كام؟ لحد ثلاثة اهو، من واحد يا جماعة لحد ثلاثة اهو. فهو دايركت طبيعي عرف ان انا مدخله ثلاث بروفايلات، ماشي كده يا جماعة؟ طيب اهو ماشي، فنقول له اه. طيب دخل لي بقى ايه البروفايلات بتاعتي، انا هدخل لكم البروفايلات بتاعتي عشان ارن الموديل. ماشي، ده البروفايل اللي هو انا مسميه 31 اللي هو ده اول بروفايل، والبروفايل التاني اللي هو كان 20، والبروفايل التالت اللي هو رقم 9. تمام، بعد كده هقول له ايه نيكست. ماشي، الكلايمت فايل انا 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 بفضل ان انا طالما مدخله ثلاث بروفايلات يبقى هدخل ايه داتا كلايمت للثلاث للثلاث بروفايلات. ماشي، فهقول له هنا ثلاثة، اول ما هاجي هنا هيقول لي ثلاثة. ماشي، ده صفر وكام ونص المسافة، مثلا نص المسافة اللي هي 736، هقول له كام، هقول له اللي هي 300 وحاجة يعني. ماشي، هتبقى يا جماعة 368. تمام، ندخل له بقى الايه الداتا الكلايميت. الكلايميت اللي هي الويبز يا جماعة. تمام، طيب احنا بقى هندخل له داتا الويبز ايه، مش احنا يا جماعة احنا اللي شوف احنا هنرن الموديل لكام سنة؟ الخمس سنين. فانت اصلا لسه مظبط من شوية داتا الكلايميت او داتا الويبز يعني اللي هي بتاعت خمس سنين، اللي هي كانت دي اللي هي دي اللي هي دي 5 years. ماشي، اللي انت لسه اللي انا لسه عاملاها قدامكم دلوقتي حالا، بس انا مش هدخل دي، انا هدخل ايه، انا هدخل بتاعتي انا يا جماعة. تمام، مثلا دي، واقول له اوكي. ماشي، طيب وهقرر انت عارف احنا ممكن تسهيلا نكرر نفس الويفز، بس ده غلط. المفروض اصلا كل بروفايل يكون عنده ايه، يكون عنده يعني ايه، يكون عنده داتا ويف. فانا هقررها بس دلوقتي عادي. تمام، عادي يعني هي هترن عادي يعني، لو قررتها برضو هترن عادي جدا. تمام، واقول له نيكست. ايه ده بقى، في ايه؟ كلمة 2 position must be greater than position of كلمة 1. ثواني يا جماعة، قول له اوكي. تمام، معلش دي كده المفروض انها كام، 368 تقريبا. 368، ادي 368. ماشي، واقول له نيكست. تمام كده، بعد كده هقول له ايه نيكست. ها الترانسبورت تيبل اللي انا لسه مطلعاه اللي هو شيت السيدمنت او شيت التيبل اللي هو لسه انا مسمياه علي تيبل 1 دكتور علي. تمام، لسه عاملاه دلوقتي، هدخله له واقول له نيكست. اها دلوقتي بقى يا جماعه بيسالني الجروين اللي عندي، المنشا اللي عندي ايه، جروين ولا جيتي ولا ريفيتمنت ولا بريك ووتر. فانا عندي 9 بريك ووتر وعندي ريفيتمنت، فهدخل له الاحداثيات بتاعه الجروين واحداثيات الايه الريفيتمنت. ماشي، انا عندي كام جروين؟ 9 جروين، واقول له اوكي. تمام، بيسالني عن البوزيشن واللينث والابيرنت لينث. تمام، بص يا جماعه اللينث هو هناخده الابيرنت لينس مبدئيا كده يعني، ولو مثلا ما ظبطتش احنا ممكن بننقص ايه من اللينس الابيرنت لينس بننقص من تقريبا 10% حاجه زي كده. بس احنا اصلا بدات الرنة بتاعتي ان الابيرنت لينس هو اللينس. طيب البوزيشن ده بقى اجيبه ازاي؟ بفتح هنا كده ما هو للاسف الرسمه دي من غير الجروين. تمام، فانا لازم افتح رسمه الاوتوكاد اللي فيها الجروين، فثواني هفتح لكم رسمه الاوتوكاد اللي فيها الجروين. دلوقتي يا جماعه انا فتحت لكم اهي رسمه الشور لاين وهي في قلبها الجروين. تمام، فانا دلوقتي محتاجه ايه، محتاجه حاجتين، الطول الجروين
تمام، جروين لينس والبوزيشن. يعني ايه البوزيشن؟ يعني المسافة اللي مثلا، يعني مثلا انا عندي دلوقتي 9 جروين هم، تمام، اللي هم دول، ادي 1 2 3 4 5 لحد 9، تمام. الجروين الاولاني ده البوزيشن بتاعه منين لفين؟ يعني البوزيشن بتاعه قيسه من هنا، تمام، لحد هنا، او بمعنى اصح يعني من هنا اهو ديستانس، من هنا، تمام، لحد هنا يا جماعة اهو، لحد هنا نفس، تمام، اللي هو دي كده كام؟ 7893، ولنفترض 7900، تمام. السبعة الاف وتسعمية دول لما نقسمهم على 20، لان انا مقسمها كل الجرد بتاعتي كل 20، يبقى هشوفها فيها كام، ثواني، عملتها على الالة يا جماعة، طلعت 395، تمام. يبقى البوزيشن بتاع الجروين الاولاني كام؟ 395. هروح هنا، هروح اكتب ان البوزيشن بتاع الاولاني كام؟ 395، وانزل تحت اروح الجروين الثاني، ماشي، الجروين الثاني الديستانس بتاعته اهو، ديستانس من هنا لفين يا جماعة؟ لحد هنا، ده البوزيشن بتاعه اللي هي كام؟ 5500، ونفترض 20، يبقى 8520. نشوفها هنقسمها على 20، لان انا الجريد بتاعي كل 20، وشوف هتديني كام، ماشي، ايا كان بقى الرقم اللي هيديهولي اقوم حاطاه فين، هحطه برضو هنا واكتبه هنا. فانجازا للوقت يعني انا هكتب ايه، طلع كام، ولنفترض 426، ادي هو 426 تقريبا يعني، ماشي. طب اللي بعده وهكذا بقى يا جماعه، هناخد بقول برضو ديستانس من هنا لحد فين، لحد تالت جروين هنا، اشوف الديستانس بكام واقوم اسمها على 20. ده بالنسبه للبوزيشن، واكمل لحد التسع جروين. طيب بالنسبه للطول بقى الجروين، انا باخد طول الجروين، ما باخدش من هنا لحد هنا، لا 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 لا، انا باخد طول الجروين من اول هنا لحد فين، لحد البيز لاين، لحد تحت. يعني اقول اهو ديستانس، باخد الطول بتاعي مثلا من هنا، خلينا مثلا في نص الجروين هنا اهو، لحد فين يا جماعة؟ لحد هنا يا جماعة، اللي هو الطول ده اللي هو كام؟ 1800 مثلا 57 مثلا يعني، وكذلك برضو ده وده وده وهكذا، واروح احطهم هنا، ماشي يا جماعة، اروح اكتبه هنا، اكتب اللينس بتاعي، ثواني، 1000 مثلا 1950، ماشي، واروح اكتب هنا الابيرنت لينس، هو هو نفس الايه اللينس تقريبا 1950، واروح عند الجروين الثاني اشوف طوله كام وهكذا، بس ماشي يا جماعه، واقول له اوكي، بكتب لحد الاخر بقى اهو، واقول له اوكي، بس عشان بس انجازا للوقت يعني، واقول له اوكي، وبعد كده اقول له نيكست، بعد كده نيكست، ثواني يا جماعه عشان انا باك باك، ادي الجروين بتاعي اهو، انا هكمل بس باقي الارقام دي، هقفل بس الريكورد وبعد كده هرجع لكم تاني، هكمل بس باقي الارقام دي، تمام. اهو يا جماعه انا مليت الارقام، تمام. بعد كده بقى هقول له اوكي، لو عندي جي تي بتحط جي تي، عندك ريفيتمنت بتحط، لو عندك بقى بريكوتر بتحط، بعد كده تقول له نيكست، بعد كده نيكست، بعد كده نيكست. الاوتبوت بتاعك بقى انت عايز تسميه ايه؟ انا هسميه، انا هسميه هنا مثلا يعني شور لاين اهو، لا 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 ماشي، انا هسمي مثلا اهو، ده اللي طلع هيبقى ايه، ده مثلا بتاع 2016، صح كده، لان انا رنته 5 سنين، وعشان بس اميزه هسميه دكتور علي، تمام، ادي اهو دكتور علي، عشان بس ما ايه ما يتوهش يعني في ال... بعد كده اقول له سيف، بعد كده نيكست اهو، بعد كده اكسكيوت، لازم تقول له ستارت ويز جراف، لو قلت له ستارت بس من غير ويز جراف هي هي هيرن المودل من غير ما يديك رسم، اقول له ستارت ويز جراف، بعد كده عايز تسيف السيت اب،
تقول له ايوه هتسميه ايه، هو بيبقى التصدير بتاعه بيبقى دوتلت لاين ماشي، هنسميه مثلا سيت اب، هنقول كده سيت اب تمام، سيت اب بتاع 2016 ماشي يا جماعه. بعد كده اقول له سيف اهو، لو قلت لو دوست اند يبقى كده الرسمه هتختفي. افتح بقى كده اهو، ادي التسع جروين بتوعي وادي الايه الخط الشط بتاعي اهو تمام. بس كده بنعمل ايه بقى يا جماعه، بتاخد سكرين شوت تمام للصوره، وبعد كده بتقفل وتقول له ايه بقى اوكي، بعد كده تقول له فينيش، وادي الرسمه بتاعتي اهي، ادي هي بس ابعادها صغيره، فانا هقول له بس ادي النتورك، وادي انا عايز محور واي مثلا بدل ما هو 2000 خليه 8 مثلا، اقول له اوكي ادي الرسمه بتاعتي اهي تمام. ادي هو ده الشور لاين، ودول الثلاثه ده دول الثلاثه بروفايل، وده البيز لاين ماشي، ودول الجروينات بتاعتي. ندخل بقى هنا كده، نروح فين سريرز، انا مسيبه هنا اهو، انا لسه مطلع الاوت بوت. ثواني يا جماعه ثواني اهو تمام. ده الشور لاين اللي انا لسه مطلعاه بتاع ايه، بتاع الخمس سنين تمام. بعمل ايه بقى يا جماعه، باخد اخر حاجه اللي هي دي اللي هي دي، اقول له باخدها كوبي ماشي. لا بس يا جماعه ثواني، باخدها شيفت لحد الاخر، طب انا هتعب في قلبي ليه ثواني، انا هاخدها من الاول هنا كنترول شيفت سهم يمين، واقول له كنترول سي، وافتح شيت اكسل تمام، واقول له بيج لي اوت ماشي، واقول له ده بقى هحطه هنا كده بيست سبيشال، ثواني هنا كده بيست سبيشال، ايه ده في ايه بيست سبيشال، معلش. طب هقول له ايه اللي انا عملته ده، معلش معلش هاخدها تاني، اخدها تاني كنترول سي، واروح انقلها هنا كنترول في ماشي، وهي زي ما هي كده، اقول كنترول سي برضو واجي احطها هنا، لا احطها هنا ماشي، ايه بيست سبيشال، واقول له ترانسبوز، واقول له اوكي تمام. دي كده اللي دي اللي بقى دي اللي طالعه من الموديل، يبقى اسميها موديل ماشي 2000 وكام 2016 تمام. طيب في عندي اللي هو الانيشيال، الانيشيال بتاع ايه 2011 ماشي، وعندي برضو الانيشيال او الميجر ايا كان، برضو هنسميه ميجر اهو، ميجر بتاع ايه بتاع 2016 اللي هو عندي اصلا، انا برضو بكون مجهزاه، هجيب الانيشيال وهجيب الميجر وهرسمهم في شيت اكسل تمام. بصوا يا جماعه، احنا انا قلت لكم ان احنا بنروح نجيب ال 2016 تمام، الميجر اللي هو اللي هو مديهولي اصلا تمام، وباخده اللي هو جماعه اللي انا عملته في 2011، انا مش انا قلت لكم ان انا ظبطته ودخلته على شيت اللي هو الجريد، وبعد كده رحت حطاه على حاجه اسمها الكوستال تول عشان يعمله لي جريدات كل 20 متر
ده اللي عملته في 2011، اللي هو اول خطوه خالص في اول فيديو انا عملتها لكم، اللي هو خطوه شيت الاكسل. تمام، كذلك برضو اللي عملته 2011 المفروض كنت عملته 2016 وعملته 2017، يعني الحاجات دي انت بتجهزها اصلا من الاول. تمام، فانا اهو كنت مجهزه برضو من الاول، هاخد ده كده، هو ده بقى الايه الميجر بتاع 2016، هاخده كوبي واروح احطه فين، كنترول شيفت سهم لتحت، كنترول سي، وراح احطه في شيت الاكسل بتاعي اللي هو ده. تمام ماشي يا جماعه. والانيشال اللي هو يا جماعه اللي هو ده لا 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 مش ده، ده انا مسميه ايه بقى، اللي هو الاوتبوت ده اللي طالع من الكوستلتون اللي انا اصلا بدأت بيه اصلا، يعني اللي هو ده يا جماعة، ده الانيشال بتاع 2011. كنترول شيفت سهم لتحت واقول له كنترول سي واروح احطه هنا، لا اروح احطه هنا اللي هو ده. ماشي تمام. وبعد كده بقى ايه، اعمل تشارت عشان اعير ما بينهم. يعني بنعملها ازاي، انا برضو هبعت لكم شيت جاهز اهو، الشيت اللي هو ده يا جماعة، ده يا جماعة شغلي اهو، ده اهو ده الانيشيال بتاع 2011، وده الميجر بتاع 2016، وده اللي طالع من الموديل بتاع 2016. طبعا الديستانس بتاعتي كل 20. تمام، فانت بتعمل ايه، احنا في خانه اللي هي الديفرنس، الديفرنس دي اللي هي ايه، اللي هو عشان الستاندرد ديفيشن، عشان يقيس لي الستاندرد ديفيشن اللي هو بيقول ايه الفرق ما بين اللي طالع من البرنامج اللي هو الموديل، والفرق ما بين مين اللي هو الميجر بتاع 2016. يبقى انا بيطرح الميجر ناقص مين، ناقص الموديل، مش هتفرق بقى الموديل ناقص الميجر او الميجر ناقص الموديل، مش هتفرق. تمام، بس هو بيطرحهم الاثنين من بعض، هو ده بقى ايه الديفرنس، بيطرح كل قيمه، يعني القيمه دي ناقص القيمه دي، والقيمه دي ناقص القيمه دي، والقيمه دي ناقص القيمه دي، ده الديفرنس. تمام، ده الشيت برضو هدولكوا هتمشوا عليه. تمام، فمجرد ما الديفرنس بيتحسب، هو الشيت هو بيحسب الديفرنس، فبيطلع لي كام الستاندرد ديفيجن. للاسف الستاندرد ديفيجن طلع معايا كام، 20%، وده طبعا يعني هو كبير، هو المفروض هو ما يزيدش عن 9 10. ف هعمل ايه، فهضطر ان انا دلوقتي ان انا ايه اعيد الموديل بتاعي او اظبط في الباراميتر، بدل مثلا ما كانت الاكتيف ديبس مثلا يعني اغير في الاكتيف ديبس، اغير مثلا في الرفنس، في حاجات كده هقعد اغير فيها والعب فيها لحد لما ايه، لما الستاندرد ديفيجن يظبط معايا. تمام يا جماعه، بس يعني ده الشور لاين اهو، ده الانيشال ظهرته. بس كده، ده ال ما اعتقدش ان في حاجه تاني، ده كده بالنسبه للكاليبريشن. تمام، في حاجه بقى اسمها فاليديشن، وفي حاجه كمان برضو اسمها سيناريوهات، بس انا عشان بس الفيديو طويل فانا وقفت لحد الايه، لحد الكاليبريشن، ولما اطلع السيناريوهات بتاعتي هبقى اعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله يعني. بس شكرا جدا يعني. بكرر تاني يا جماعة، انا مش ضليعة في البرنامج، وده اجتهاد مني مش اكتر. عايز اقول لكم ان انا تعبت جدا على والله ما وصلت ان حد يعلمني البرنامج، باخد معلومة من هنا على معلومة من هنا على معلومة من هنا. تمام، فلو في حاجة سقطت مني في النص ولا حاجة فانا اسفة واعذروني يعني. انا يعتبر شرحت لكم مثلا البرنامج مثلا بنسبة 80% اللي هو يخليكم تطلعوا ايه، تطلعوا الرماية يعني. تمام، بس بكرر تاني انا مش ضليعة خالص، بالعكس انا لسه مبتدئة في البرنامج، وحتى والدليل على كده ان انا مطلعة الستاندرد ديفيجن 20%، فبس انا حاليا يعني بظبط فيه يعني، ان شاء الله هيظبط. فانا اسفة لو في حاجة في النص سقطت مني. تمام يا جماعة، بس كده.
وانا اللي خليني بس اشرح الفيديو كده لان دكتورة علي مصرية كلمني وقال لي ان في حد كذا حد محتاج يعني يتعلم البرنامج وكده وسجليه، فطبعا ما اقدرش اقول له لا يعني، ربنا يكرمه ويكرمني ويكرمنا كلنا ان شاء الله يعني باذن الله، بالتوفيق يا رب.